مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن مصر الحبلى. دائما بالاحداث ما بتتوقفش ابدا، كل يوم عندنا احداث تيجي من سد النهضه في اثيوبيا، تروح لمظاهرات القضاء واعتصامهم غدا، لمظاهرات الفنانين وجبهة الإبداع النهاردة اللي معترضة على وزير الثقافة اللي بيكسح وزارة الثقافة وبيشيل كل الأسماء اللي لها قيمة ولها معنى ويجيب أسماء لها كل الاحترام لكن لا يوجد لها تاريخ، لاحتجاز الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية في مطار برج العرب دون تقديم أسباب مبررة لإدراج اسمه أو سحب جواز سفره. الداخلية بتقول ملناش دعوة، الأمن القومي بيقول ملناش دعوة، مين اللي ليه دعوة؟ الدعوة السلفية مش ساكتة وبتقول كل الخيارات مفتوحة. أحداث كثيرة ستكون معكم الليلة، أيضا معي الليلة السيد وزير الموارد المائية والري. هنتكلم النهاردة عن أزمة سد النهضة، وسد النهضة محتاج إن احنا نقف أمامه بهدوء بلا تعصب وبلا فرد دراعات. الحكومة غلطت؟ أكيد غلطت، لا يوجد شك في أن الحكومة لديها أخطاء كتير في حاجات كتير، من ضمن هذه الأخطاء التعامل مع هذا الملف الشائك. لم يكن الأمر فقط أزمة عين تيبي ولا الاتفاقية اللي لسه لغاية دلوقتي ما وقعناش عليها ووقع 6 دول، ولكن عندنا أزمة كبيرة في تغيير مسار جزء من النهر في إثيوبيا، ولكن في سد النهضة. سد النهضة حلم إثيوبي، حلم قومي بقاله سنوات طويلة، كان تحت قوة مصر، تحت السيطرة، تحت الهيمنة، تحت الإيد العالية، تحت العالم المختلف. إثيوبيا ما كانتش تقدر تعمل أي حاجة غير لما ترجع لمصر، تقدرش تحرك كوباية مية دون أن ترجع لمصر. بس كان في المقابل مصر بتعمل إيه؟ مصر كانت بتقدم خدمات وبتبعت بعثات وبتعلم وبتستقبل وبتبني وعندها مشروعات وفي حوار. لما مصر غابت عبر سنوات طوال بعد الثورة مصر نامت، ومصر اشتبكت، ومصر ارتبكت، ومصر خافت، ومصر خانت، ومصر تعبت. حصل حاجات كتير قوي. كانت اثيوبيا بتشم نفسها، اقتصادها بيتحسن، عندهم حلم كبير لقوا اللي يدعمهم، لقوا الصين بتقول لهم احنا هندعم وهنيجي في المشروع وهنستثمر بمليار، مش عاتينهم عشان يبنوا، ده رايحين يكسبوا فلوس. اسرائيل حاطه صوابعها، دول عربيه حاطه، هناك الصوابع في اثيوبيا كتير، كله بيلعب في اثيوبيا. ليه؟ اثيوبيا واعده، اقتصاد واعد. فكره السد عند اثيوبيا يعني كهرباء، يعني فلوس، يعني هتصدر لاوروبا وافريقيا، يعني هتبقى دولة من الدول المصدرة للكهرباء ففلوس كتير. معانا في الحدوتة السودان، والسودان لديها استفادات كثيرة جدا من هذا السد. التخوف الرئيسي الكبير عند السودان هو انهيار هذا السد سيؤدي إلى غرق السودان، إلى فيضانات، ومصر أيضا هيبقى عندنا مشكلة كبيرة قوي، لكن نأتي في المرحلة الثانية. طيب، هو احنا مفترض نعمل ايه؟ الذين يتحدثون عن حلول عسكرية وسلاح وضرب السد وبتاع انتوا واهمون. احنا بنتكلم عن مشروع واخد شرعية دولية، في دول كتير مشاركة فيه، وفكرة انك تطلع وتضرب دولة وبتاع بدون مظلة امم متحدة، الكلام ده اصبح خيال ووهم. ولازم تعرف حجمك، هو انت عارف تضرب في سيناء يا راجل تقول اضرب اثيوبيا؟ هو انت عارف تتحرك في مساحتك وفي ارضك عشان تفرد عضلاتك وتقول اضرب؟ طب ايه الحل؟ يعني احنا بنيأس علشان نقف؟ لا، هناك اللجنة المشكلة بقى اكتر من سنة ونص بتضم 3 دول، هي مصر والسودان واثيوبيا، في خبيرين من كل بلد، وفي 4 خبراء عالميين ارتضاهم ال3 دول بيشاركوا. يوم السبت مش هتعلن النتيجة، هيرجعوا لحكومتهم بالنتائج النهائية. السد ده خطر ولا مش خطر؟ يمكن تلافي أخطائه ولا لا؟ من شوية تصريحات لوزير الزراعة بيتكلم فيها عن إن عندنا إمكانية يا جماعة إن احنا نشارك إداريا في هذا السد. هو احنا ممكن نستفيد من السد ده؟ لو السد ده مش هيأثر على حصة مصر، لو مش هيخزن مياه خلفه فهتأثر على المياه عندنا
والمخزون بتاع السد العالي، فنضطر هم اللي يتحكموا في المية، فبدل ما كانت بتنزل عندنا وانا بتصرف فيها وعمل لنا ازمة اساسا بدون سد، عندنا ازمة ري وازمة فلاحين كبيرة جدا الان في موسم زراعة الرز. هنعمل ايه لو ما تحلتش هذه المشكلة؟ ما ينفعش السد يتم بهذا الشكل. لو توفر بدايل هتوفرها الاتفاقات والمباحثات السياسية هيكون ده شيء كويس قوي. طيب انهيار السد وارد انهياره؟ في نسبة طبعا وارد انهياره، لانه معمول من جدران خرسانية مش من حجارة، فسيصبح في احتمالات. الاحتمالات دي بعد قد ايه؟ لما بتيجي تعمل حاجة ما بتبصلهاش سنة او اتنين او تلاتة، ولكن انهيار السد معناه كارثة في المنطقة للسودان ثم لمصر. طيب لو امنا واللجنة جت قالت السد امن مفيش خطر من انهياره، ان مصر هتتأثر شوية فنبتدي تفاوض حوالين مصر ما تأثرش زي، يبقى فاضل عندنا ايه؟ هو احنا هنستفيد ايه من السد ده؟ هو انا ممكن استفيد منه، ممكن اشارك فيه، ممكن ابقى جزء منه، ممكن استفيد من الكهرباء بتاعته، كل دي حاجات تتناقش. بس خلونا نفكر سياسيا، ودعوني احيي الاستاذ حمدين صباحي اللي قال احنا مختلفين مع الرئيس مرسي ومع نظامه، لكن في هذه الازمة لانها تمس مصر ونقطة المية اغلى من نقطة الدم، احنا كلنا مع بعض طالما ده في صالح مصر. هذا التعبير وهذا التعليق في هذا الوقت مهم ومحترم، هي دعوة للتفكير. حسبكم لما تسمعوا حوار وزير الموارد المائية والري كمان، وهو عالم جليل ورجل محترم ولديه رؤية، نسمع كلامه ونشوف ايه الكلام ده منطقي ولا مش منطقي، نحسبها علشان نقدر نكون رأي عام، نقدر ما نتكلمش وتوجد مرارة لدى الدول الإفريقية عندها إحساس دائم بأننا متعالين عليهم، بأننا بنبص لهم من فوق وكأنهم مش موجودين، بنتحكم في مصائرهم فمش عارفين يستفيدوا من مواردهم الطبيعية، فدي عاملة حالة عندهم من الغضب تجاه مصر والمصريين. لازم نبقى حريصين في إعلامنا وإحنا بنتكلم، إحنا بنكلم نظامنا، بنحافظ على حقوقنا، لابد أن نطالب بضمانات كاملة للأجيال القادمة للحفاظ على ميتنا، للحفاظ على كهربتنا، على أمن بلادنا، على أرضنا العطشانة عشان ما تتصحرش. كل ده لازم نطالب بيه، بس بيننا وبين بعض، وما تلوموش دولة تانية بتدور على حقوق وعلى مكاسب، وما تلوموش دول بتمد إيديها وعايزة تستفيد أو تستثمر أو تستغل. خلونا موجودين دايما ونحن لنا التاريخ، وأحيي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية لدورهم اللي هيقوموا بيه في هذه المرحلة. النهاردة بعد الفاصل عندي باقة من الأخبار، ثم أحواري مع السيد وزير الموارد المائية والري. حسبكم فاصل وارجعوا تعليقاتكم كلماتكم رسائلكم على الاس ام اس معانا طول الحلقة. بعد الفاصل هحكي لكم ردود الفعل في اثيوبيا وفي مصر وازمة جامعة النيل وجامعة زويل ومصر مشتبكة. نلتقي بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى. اثيوبيا، وسائل الإعلام الإثيوبية أبرزت اليوم اكتمال عملية تحويل مجرى نهر النيل لإفساح الطريق أمام اكتمال بناء سد النهضة الإثيوبي. صحيفة الإثيوبيان هيرالد الإثيوبية قالت إن عملية تحويل مسار النيل الأزرق اكتملت بنجاح لبدء الأعمال الخرسانية في وحدة الطاقة اليمنى، وده في إطار خطة بناء السد. ونقلت عن نائب رئيس الوزراء الإثيوبي قوله إن تحويل مياه النهر سينقل عملية بناء السد إلى مرحلة حيوية، وأن تصميم والتزام ودعم الشعب الإثيوبي بشكل كامل يعجل ببناء هذا السد. وطالب ميكونين اللي هو نائب رئيس الوزراء واللي بيرأس أيضا مجلس تنسيق الدعم الشعبي لبناء السد الشعب الإثيوبي بمواصلة تقديم الدعم المالي والفني بهدف توفير المواد اللازمة لبناء السد. احنا عارفين ان اثيوبيا بتقول ان هذا مشروع قومي بالجهود الذاتية بتبرعات الناس بسنداتهم بأسهمهم، وداعيين الاثيوبيين في كل بعض الدول، في كينيا، في الكونغو، في اسرائيل، المواطنين الاثيوبيين للمساهمة بس ما وجهوش الدعوة لمصر.
رئيس شركة الكهرباء الإثيوبية بيقول إن السد بيجري بناؤه وسط النهر، ولا يمكن تنفيذ الإنشاءات وسط المياه دون تحويل مجرى المياه لأمطار قلائل بهدف تنفيذ الأعمال الهندسية المدنية. أما رئاسة الجمهورية في مصر فقالت إنها بترفض المزايدة على موقفها الوطني، وقالت إنها في الوقت الذي لا تسمح فيه بالمساس بمصالح مصر المائية لا تعارض التنمية في إثيوبيا وإفريقيا، مستبعدة الخيار العسكري لحل الأزمة، لافتة إلى أنها في انتظار تقرير اللجنة الثلاثية الذي سيتم الانتهاء منه السبت المقبل. المستشار إيهاب فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال في مؤتمر صحفي النهاردة بمقر الاتحادية أن الرئيس مرسي عقد اجتماعا الخميس مع وزيري الري والخارجية والدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السفير علي الحفني نائب وزير خارجية للشؤون الإفريقية، في إطار متابعة الرئيس مرسي لملف الأمن المائي، وتم طبعا احنا عارفين مناقشة المشروع والتداعيات وخلافه. أيضا الرئيس عقد اجتماعا مع وزيري الدفاع والداخلية ومدير المخابرات. معنى كده احنا بنتكلم عن شق أمني في المسألة. الشق الأمني بيقول ايه؟ احنا بنفكر يا جماعة أمنيا ليك مصالح وليك أجهزة وليك ناس موجودة هناك، مؤكدا أن قضية الأمن المائي هي قضية مصرية. أيضا أكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وقال إن ما عبر عنه رئيس وزراء إثيوبيا خلال لقائه والرئيس مرسي على هامش القمة الإفريقية بالتزام بلاده وعدم الإضرار بمصالح مصر، وأن موارد نهر النيل لن تكون مصدر تهديد أو قلق بل مصدر تعاون. الأزهر بدأ يتحرك هو والكنيسة وقالوا إن احنا الإمام الأكبر قال إن احنا هندعم ملفات مصر الخارجية بزيادة عدد المنح الدراسية لأبناء إفريقيا والتنسيق لزيارة مرتقبة يقوم بها إلى دول حوض النيل. البابا تودرو الثاني بطريرك الكرازة المركوسية قال إن الأزمة دي ده أزمة حكومات وبتتحل على مستوى الحكومات، ومع ذلك هناقش هذا الأمر مع بطريرك إثيوبيا اللي جاي مصر. والأنبا موسى امبارح قال لي إن البابا نفسه مسافر إثيوبيا خلال أيام القادمة. اعتبر اللواء محمد علي بلال نائب رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة الإثيوبي هو أمر مستحيل ويعد تحديا للعالم أجمع، وقال ان دي مواجهة مع كل الدول التي لها رعاية يعملون في السد ومنها الصين واسرائيل، وقالت ان مصر مش في وضع يسمح لها بمواجهة كل هذه الدول، وقال طبعا ان عاصفة الصحراء ولما امريكا عملت ده كان تحت مظلة الامم المتحدة. طبعا احنا نقص مية الري عندنا ده ملوش دعوة بسد النهضة حتى الان، ولكن احنا عندنا ازمة شديدة جدا، الاراضي عطشانة عايزة مية، في مشكلة في توفير المياه، العشرات من اهالي قريه الخريجين بمدينه ابو سنبل السياحيه قطعوا طريق اسوان ابو سنبل واحتجزوا 510 سائح داخل المعبد وتعطيل تحرك الفوج المتجه الى مدينه اسوان. وبقول لاخواننا ذنب السياح يعني الصوره اللي بتتنقل بره عننا سيئه ليه؟ اعملوا اي حاجه واعترضوا، لكن قطع الطريق ليه؟ وقطع الطريق على اجانب ليه؟ انتوا شايفين الخير عندكم يعني انتوا زعلانين الخير ممنوع عنكم، هتفرحوا كمان انه يتقطع عن اللي بيشتغلوا في مجال السياحة؟ ايه المنطق في ده؟ ايه العقل في ده؟ انا مش فاهم. كشف عدد من المزارعين بقرى وادي النقرة اللي بيصل زمامه لنحو 65 الف فدان تقريبا ان وفد مزارعي قرية الكرامة اللي اتجمعوا امام مديرية الري باسوان تلقوا وعود بتركيب بوابة رئيسية بقرية الكرامة. في بورسعيد ايضا احتج مزارعو الجنوب بقرى الجمعيات الزراعية بحر البقر بسبب قيام المسؤولين بوزارة الري بقطع مياه ترعة التينة وسرحان اللي بتروي 33 ألف فدان. الدعوة السلفية استنكرت ما تعرض له الدكتور الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية اللي كان بيؤدي العمرة عمرة مقبولة إن شاء الله أثناء عودته من السعودية في مطار برج العرب. تم التحفظ عليه وسحب جواز سفره لأسباب غير مفهومة. هو الراجل اتفاجئ بان مطلوب سحب جوازه بانه مدرج. طب مدرج ليه؟ هو في اتهام عليه؟ في قضيه؟ في حاجه؟ مين اللي بيصنع ازمه مع الدعوه السلفيه ولا مع الدكتور ياسر برهامي؟ مساء الخير دكتور ياسر. اهلا ومرحبا استاذ خير الله يحفظك. اهلا بيك. عمره مقبوله ان شاء الله. الله يعين يا رب. اخبار منا ومنكم يا رب.
العمره بقت صعبه دلوقتي بسبب الاصلاحات والتوسعات اللي بتحصل في الكعبه. صحيح، الدنيا زحمه جدا. الدنيا زحمه بس بتبقى جميله برضو يا دكتور، لها جمالها مهما كانت المشقه يعني. كل مشقه في طاعه الله بتبقى دائما فيها لذه اخرى. وكيف كانت المشقه في مطار برج العرب؟ والله المشقه دي مشقه معنويه اكثر منها حسيه، ان بعد ما انتهيت من الاجراءات واخدت الجواز وانا ماشي لقيتهم بيندهوا عليا عند صاله الحقائب. نعم. طلب مني وقال لي عايز الجواز، قلت له ايه عايز الجواز دي؟ قال لي دقيقتين بس، قلت له لا ما انت انا خلصت الاجراءات. قال لا ما تقوليش لا انا هاخد الجواز. وخد الجواز من ايدي. قال معايا دقيقتين. قلت له انا ما جيش معاك، انا من حقي اخد دلوقتي، انا ما همشي. المهم لا ما فيش حاجه اسمها كده. راح جاي طبعا هم فوجئت، انا بصيت على جهاز الكمبيوتر لقيت ان اسمي موجود. ده ضابط امن في المطار، يعني افراد مدنيين. انا ما حدش لابس ميري هو اللي كلمني غير ضابط الجوازات نفسه. قال انا عايز اتعرف بس حضرتك اسلم عليك ولا تدعي لي. المهم اللي حصل ان انا طبعا بصيت لقيت هو الراجل مفوجئ تماما بان هو ايه، بان اسمي موجود. طبعا ليس شو اسماء، انا اسمي ياسر حسين محمود برامي حشيش. نعم. رقم الجواز معروف. نعم. ما بيطلعش اعتباطي يعني، ولا ان هو تشابه اسماء ولا خطا غير مقصود، لا دي حاجه مقصوده ورساله مقصوده. ان شاء الله اقعد 10 دقائق ربع ساعه، انا قعدت ربع ساعه صحيح اجادلهم فاقول لهم انتوا اتخذتوا هذا الاجراء ضدي اجراء استثنائي لا تقوم به مع غيري من المواطنين اللي واقفين ياخدوا الختم للدخول. نعم. صح ولا غلط؟ قال لي اه صح، انا بعمل الاجراء ده مع اي واحد يطلع لي على الجهاز، انا مش دعوه. انا عارف ان انت موظف لكن من حقي انك تقول لي من الجهه المدرجه، لان انا كده هقاضيها. انا اذا لم تفعل انا عارف وزاره الداخليه، ان وزاره الداخليه هي اللي هي المتصدره لهذا الادراج، هي اللي نفذت الكلام. انا مواطن مصري، الدستور المصري بينص على حق الانتقال والتحرك، ومن حقي ان انا اتحرك متى شئت. مش من حقك ان انت تمسك جواز السفر وتقعد تسالني فيه وانا مش لازم تسالني، اجاوبك زي ما اجاوبك اذا كنت عايز. الجهه المدرجه دي سهله جدا انها تكلمني في التليفون تقول انت رحت فين؟ نعم. بوديه وليس بهذا الاسلوب. فضلا ان انا قدام الناس يتمدى اسمي على في الصاله وبعدين اقف والناس تتعطل يبقى يحسوا ان انا اللي معطلهم. ده امر مش كويس بلا شك، ده معنويا ولو كان دقيقتين اثنين. مع ان هو قعدنا ربع ساعه نتخانق لانهم قالوا لي ليس من صلاحياتنا ان احنا نقول لك من الجهه المدرجه. طبعا انا يعني ضقت كده حاسس ان في ممارسات قديمه بقياده جديده. طب خدوا الجواز وبعدين ادهولك ليه؟ يعني طب طالما مدرج ما هو الاجراء؟ ما هو مدرج ترقب سفر ووصول. تمام. ترقب وصول ده يخلي في الجواز ويشوف الدكتور ياسر ده راح فين وايه الاختام الموجوده وايه نحو ذلك. طريقه بدائيه غبيه في اخذ المعلومات. نعم. مع انه يقدر يحصل عليها بطريقه يعني وديه، قياداته تكلمني وانا اقول لهم انا رحت فين. وان كنت رايح عمره وجاي من عمره ما عنديش حاجه. دي حصلت معاك قبل كده يا دكتور ياسر؟ لا والله اول مره. هم بيقولوا ان كان المره اللي فاتت، قلت لهم لا مش المره اللي فاتت، دي اول مره يحصل معايا كده. حصلت معايا قيادات من عندكم من الدعوه السلفيه؟ انا كنت من السفر 20 سنه. نعم. لكن زال هذا الامر وسافرت عدة مرات بعد من ايام الربيع منصور العيسوي لما اتشال هذا الحظر من السفر وما اصبحش اسمي مدرج على القوائم لمده 10 سفريات تقريبا سافرتها من ايام الربيع منصور العيسوي. الاستاذ نادر بكار قال ان احنا لا وزاره الداخليه ولا المخابرات ادرجت اسم الدكتور ياسر برهامي. لا يعني هم بيقولوا كده، هم مين اللي ادرج؟ انا عايز اعرف. يعني انت حتى الان لم تعرف من اصل جهه الادراج. جميع الجهات بتقول لست جهه الادراج، هو هيدرج لوحده. انا بطلب التحقيق في الكلام ده، مش بس ان انت تشيل اسمي من المدرجين، لان حق الطبيعي وحق كل مواطن ان هو ما يحصلش معاه كده، لان لو كان بيحصل معايا كده وانت عارف ان لها تبعيات اعلاميه وسياسيه، هتعمل ايه مع بقيه الاخوه في الدعوه واي واحد مرتاح بعد ذلك؟ تفسيرك للموقف ده ايه يا دكتور ياسر؟ تفسير ان هو موقف سياسي ورساله مرسله ان احنا قادرين ان نعود الى الممارسات القديمه. انا ارفض ذلك تماما ليا ولاخواني جميعا ولكل المواطنين المصريين. انا ليا حق الدستور المصري عليه ما حدش يقدر يعتدي عليه، ولن نسمح بذلك. هنصعد على جميع المستويات قانونيه وسياسيه واعلاميه وكل حاجه. الاستاذ مصطفى بكري بيقول ان دي
الحرب بدأت ضد السلفيين وبرهامي يدفع ثمن زيارته لشفيق، هل تعتقد المعنى ده يصادف هوا في نفسك؟ والله حضرتك انا بقول ده موقف سياسي، اما مساله بقى ان زياره الدخشان زياره شفيق، لا دي موقف على بعضه. زياره شفيق ده موقف انا كنت عامله لمصلحه البلاد كلها ومصلحه الفريق المنافس في الحقيقه عشان لو حصل حاجه. لكن القضيه بالنسبه لي انا موقف سياسي بالتاكيد، لان انا ما عنديش حاجه. انت تقصد ان هو موقف سياسي؟ ولا ليا في الحكومه ولا بتعامل مع البنوك ولا عندي قضايا. انت تقصد ان هو موقف سياسي بسبب موقف الدعوه السلفيه وحزب النور؟ طبعا انا شايف هو موقف سياسي بسبب المخالفه والمعارضه السياسيه اللي بتتم موقف الحكومه و يعني حزب الحريه والعداله الحاكم. بس مش الرئيس يعني؟ والله ما الرئيس منهم. نعم نعم الرئيس، الرئيس هو المسؤول عن ذلك. انا بطالب الرئيس ان هو اللي يجيب لي حقي وحق اخواني كلهم اللي ممكن يتعرضوا لمثل ذلك. دي ثاني مره مع بالنسبه لحد من حزب النور. انا من الدعوه السياسيه وبتتفق مع عقد من حزب النور. فانا اصلا الرئيس اللي يجيب لي حقي لانه مش عنده. نعم بشكرك دكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية الذي تعرض للاحتجاز في مطار برج العرب بزعم إدراج اسمي على قوائم السفر. الإدراج ده بيبقى مفترض أنه يدرج فتبلغ أنه خرج وأتى إمتى، فتاخد الجواز وتفضل تبص فيه وتقلب فيه وتقول راح فين وتحرك من أنهي بلد لأنهي بلد تانية. ممكن يبقى الشخص سافر من بلد لبلد، ممكن يبقى إجراء عادي ما يتمش بهذا الشكل. ليه 500,000 طريقة بدليل أن الضابط أعطاه الجواز كي ينصرف من المطار. يعني شاف جوازه كان يقدر يبص فيه زي ما هو عايز ويسجل بيانات. وليس من حق كمسافر أن أعترض، أنا واقف قدام ضابط الجوازات بياخد جوازي، لكن بعد ما أمشي يناديني ويقول لي تعالى ويحتكزني علشان يعمل موقف. هو ده الغريب في الأمر. الأغرب هو ما يحدث في جامعة النيل أو جامعة زويل. الحكم المحكمة قال إنها جامعة النيل. النهاردة كان في خناقة كبيرة مش مفهومة، الأطراف كل طرف بيروي حكاية مختلفة. مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بتتهم طلاب جامعة النيل بالاعتداء على علماء المدينة وإغلاق جميع المداخل ومخارج المدينة بعربيات الجامعة وتحطيم البوابات الرئيسية في محاولة لاقتحام المدينة. وقالت إدارة المدينة في تصرف غريب ومفاجئ، قام طلاب جامعة النيل بقيادة أعضاء هيئة التدريس بمحاولة اقتحام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في خروج على كل الأعراف والقوانين وأغلقوا جميع مداخل ومخارج المدينة بسيارات وحافلات جامعة النيل وأمطروا المدينة بوابل من الحجارة. وقالوا انهم حاولوا يحطموا البوابه الرئيسيه لاقتحام المدينه فيما تعامل امن مدينه زويل بمنتهى ضبط النفس. وكان ذلك اثناء القاء الدكتور محمد غنيم محاضره علميه بالمدينه. في نفس السياق بيقولوا انه في مجهولين اطلقوا النار على طلاب جامعه النيل اثناء تنظيمهم للوقفه الاحتجاجيه امام الجامعه، وقام المستشار القانوني للجامعه نيابه عن الطلاب بتحرير محضر بالواقعة بقسم الشيخ زايد يتهم فيه مدينة زويل بتأجير بلطجية للاعتداء عليهم. ونفى محمد سلطان المستشار الإعلامي لجامعة النيل أن يكونوا الطلاب قاموا بالاعتداء على بوابة جامعة زويل، وقال كان بينظموا الاحتجاج. الحقيقة فين؟ وإزاي مركزين علميين وقمتين فيهم أسماء محترمة جدا يصل التصرف إلى هذا الحد، يصل الفعل إلى هذا المستوى؟ شيء غريب. يمكن أن نفهم أو يكون هناك تفسير معايا السيد دكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق رئيس مجلس أمناء جامعة النيل. مساء الخير دكتور عبد العزيز. أهلا يا خيري. أهلا بحضرتك دكتور عبد العزيز. كيف ترى ما حدث اليوم وما حقيقته اللي متوفرة قدام حضرتك؟ طبعا الطلبة معتصمين بقالهم كذا يوم لانه في تباطؤ من الحكومه في تنفيذ الحكم. نعم. حكم واضح تماما بعوده المباني وكل المرافق لجامعه النيل، ولكن للاسف 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 كل محاولات لزج الطلبه في العمليه كلها شيء غير مقبول. طلبه جامعه النيل مش عارف مين اللي بيستفز، دكتور محمد غنيم يروح يلقي محاضره في المدينة عشان يعني انا اولا مش عارف هو مركزه ايه في الجامعة، هو كان في مجلس زي ما انا فاهم مجلس امناء ولكن لم يتم الموافقة على المجلس، و
وبالتالي انا اسف جدا جدا، ودي مش اول مره. مدير الامن الخاص بمدينه زويل دايما يحب يتدخل بما له من سلطان وعلاقات مع امن الجيزه، ويتهم الطلبه بهذا. الطلبه بتوعنا فوق هذا المستوى، وبالتالي انا برفض كل الكلام اللي بيتقال ان الطلبه حاولوا انهم يقتحموا، لانه هذا ليس من اخلاقيات الطلبه ولا من اعضاء هيئه التدريس ولا انا شخصيا. نعم. هذا موضوع مرفوض شكلا وموضوعا. انما خلينا يا اخ خيري، فين الحكومه؟ نعم. ليه القرار بقاله اكثر من 10 ايام لا ينفذ وهو واضح وبات ونهائي؟ يعني مش عارف يعني. وبعدين احنا قلنا اهلا وسهلا في اخر لقاء مع وزير التعليم العالي ومع بعض الوزراء ان احنا الطلبه يخشوا، طلبه قاعدين في الخيم وبيدرسوا في الخيم، وعندنا المدرجات والقاعات المحاضرات موجوده في المبنى غير مشغوله. نعم. يعني كلام غير منطقي وغير مقبول. كيف تحول قضيه الى مباني وهناك حق واضح بالحكم الذي صدر اخيرا من المحكمه الاداريه العليا؟ نعم. معرفش مين اللي بيثير الثاني. جايبين بلطجيه وجايبين فرقه امن وجايبين كلاب. هل ده فين في الجامعات في العالم يبقى فيه كلاب ويبقى فيه امن بهذا الشكل وبلطجيه من المنطقه؟ غير مقبول. انا لما بلغوني قلت ده شيء، روحوا اعملوا محضر بالمسائل اللي حدثت. طلب بتوعنا فوق هذا المستوى يا اخ خيري، عيب عيب عيب. نعم. طيب لو دكتور عبد العزيز حجازي، دون ازعاج لحضرتك بس عشان لو في كلام حضرتك عندك تحفظ عليه، انا معايا الاستاذ شريف فؤاد المستشار الاعلامي لجامعه زويل. اهلا استاذ شريف. اهلا بيك يا استاذ خيري، تحياتي لحضرتك ولضيفنا الكبير الرمز الوطني اللي بنعتز بيه الدكتور عبد العزيز حجازي. نعم، اهلا وسهلا بيك. دكتور شريف، اين الحقيقه فيما يحدث، فيما نقرا، فيما بين يدينا؟ الحقيقه هقولها في جزئين يا استاذ خيري. فيما يتعلق اولا بما حدث اليوم، الصورة أصدق تعبيرا. نحن لا نلقي اتهامات كثافا. أنا شخصيا ولأول مرة منذ زمن طويل زرت المدينة اليوم لحضور محاضرة العالم الجليل الدكتور محمد غنيم، وفوجئت الزملاء بيبلغوني أنه في محاولات اقتحام من طلبة جامعة النيل جايين في اتوبيسات وسيارات من مقر القرية الذكية. خرجنا، كاميرات الزملاء وكاميرات المراقبة الدقيقة اللي في المدينة صورت كل هذا الكلام. هذا الأمر رفعناه وشيرناه على اليوتيوب وقدم في محضر رسمي الى مدينه الشيخ زايد. فاللي بيتحدث على انه ما حدثش اعتداء، انا برجوه يراجع الصور، واذا كان لدى جامعه النيل اي صوره تثبت انه حدث اعتداء عليهم او حتى خرج من داخل اسوار مدينه زويل هنبقى مدينين ليه بالاعتذار. يعني لا يوجد حراس ولا يوجد كلاب حراسه موجوده؟ لا، عندنا شركه امن محترمه وعندنا كلاب حراسه، لانه المدينه فيها اجهزه ومعدات باهظه للثمن يا استاذ خيري، وفيها مفرقعات وفي غازات سامه في الغرفه النظيفه، اي عطف بها او تغييرها ممكن يحدث كارثه بيئيه، والاجهزه اللي في الدوله والحمايه المدنيه واداره المفرقعات بوزاره الداخليه منذ 6 اشهر بتشرف على هذه الامور وتعلم ذلك جيدا. انت حضرتك تعلم ان احنا في صحراء والارض كبيره والمباني يجب تامينها بشكل جيد في ظل انه ما فيش تامين من وزاره الداخليه. استاذ شريف، لماذا لم ينفذ حكم المحكمه حتى الان؟ ببساطه شديده، لان احنا مش جهه تنفيذ للحكم يا استاذ خيري، ولان الحكم القاضي بايقاف تنفيذ القرارات لا يتضمن التمكين او التسليم، وهو حكم غير قابل للتنفيذ قانونا، اضافه الى المركز القانوني المستقل للمدينه واللي اكد عليه القانون 161 لسنه 2012 الصادر في ديسمبر من العام الماضي، والذي لم تنظر اليه المحكمه على الاطلاق، بما يفيد سريان هذا القانون لمدينه زويل ودون المساس بالمراكز القانونيه التي استقرت عليها ولم يتعرض لها الحكم في حيثياته. كل هذه الموضوعات يا استاذ خيري محل منازعات قضائيه منظوره امام المحاكم، ولا يجوز معه لاي طرف ان يعترض عمل المدينه وكيانها القانوني سواء عن طريق التنفيذ او عن طريق التعرض المادي لها، بالاضافه ان هناك قرار من المحامي العام لنيابات جنوب الجيزه بمنع التعرض من قبل طلبه جامعه النيل للعاملين في مدينه زويل. يعني الحقيقه انا وصفت ما حدث اليوم بانه يوم اسود في تاريخ العمليه التعليميه، ان يحاصر الدكتور محمد غنيم علماء مدينه زويل داخل المدينه حتى السادسه مساء ويتم الاعتداء عليهم. كل ده موثق بالصوت والصوره يا استاذ خيري، واذا ثبت عكس ذلك نحن مدينون باعتذار للدكتور عبد العزيز حجازي وطلبه جامعه النيل، وبقياده الدكتور محمود علام والدكتور رفيق جندي، هم اللي كانوا بيقودوا الهجوم، ورئيس اتحاد طلابهم وعدد من الفتيات واولياء الامور. ولم يعني لم ينبس شخص من مدينه زويل ببند شفا، وانا مسؤول عن كل كلمه بقولها لحضرتك، وحاولنا مرارا 5 مرات نحل الامور بشكل ودي مع مدينه زويل،
رفضت كل محاولات بما فيها محاولتين من الجامعه، والدكتور عبد العزيز شخصيا واحد اعضاء مجلس امناء جامعه النيل حضروا مع الدكتور زويل في وقت سابق والدكتور غنيم في احد الفنادق الكبرى وطلبوا مبلغ 58 مليون جنيه ووافقنا، ثم فضلوا ان هم يذهبوا الى القضاء. وقعت مذكره اندماج كامل بين الكيانين وبعد ان وقعوا. نعم نعم اعرف هذه الخطوات استاذ شريف. دكتور عبد العزيز حجازي تعليقا على ما يقوله الاستاذ شريف في الواقعه. يعني انا مش عاوز اعلق على شريف لان شريف متحيز طبعا لانه موظف في مدينه زويل، وهو يعلم كويس جدا انه كان في مناقشه بيني وبينه في احد البرامج التلفزيونيه. يعني انا السؤال اللي انا اوجهه يعني في نزاع، طب ليه بقى نسير الطلبه ويبقى في الدكتور غنيم يروح يدي محاضره في المدينه؟ سؤال بسيط جدا جدا. والدكتور غنيم حاول ويحاول دايما انه يوفق بين الطرفين. يعني نعم. هل مفيش حته في البلد غير المدينه النهارده يبقى فيها نوع من التحدي؟ انا مش عايز اخش في المسائل القانونيه. نعم. المسائل القانونيه في خلاف في الراي. هذا قرار بات ونهائي وهينفذ باذن الله تعالى، وكان في مفاوضات على تنفيذه مع وزير التعليم العالي ومع وزير العدل. ووزير العدل ما كانش قرا الحكم فطلب وقت عشان يقرا الحكم. اذا الحكومة مهتمة بتنفيذ القرار، الحكومة ما قالتلناش ان القرار ما هواش بات وما هواش نهائي. انما نعم. واضح جدا التعنت جاي من المدينة. الحاجة الثانية، فين الطلبة بتوع جامعة الزويل؟ بتوع جامعة الزويل؟ عندنا طلبة سنة أولى وثانية وثالثة، وعندنا طلبة باحثين في الدراسات العليا. كيف يمكن لأي إنسان ولأي بشر انه يترك دول قاعدين في خيم يدرسوا والمدرجات وقاعات الدراسه خاويه؟ حكايه بقى المواد السامه والكلام ده، انا طلبت من وزير التعليم العالي تشكيل لجنه ما بين مدينه زويل وصندوق تطوير التعليم الجامعي وجامعه النيل لحصر الامكانيات الموجوده. عاوزين نعرف المدينه النهارده فيها ايه. نعم. انما كيف يحرم طلبه وباحثين قالهم بيدرسوا سنتين ثلاثة أربعة من سنة 2006 لغاية دلوقتي من أنهم يخشوا ياخدوا الدراسات بتاعتهم في داخل الجامعة، ومدينة زويل ليس فيها طلبة؟ لكن لا أعتقد يا دكتور عبد العزيز أنك تقر أي استعمال عنف حتى للحصول على حقهم المحمي بالقانون. نعم. احنا ما اعرفش احنا بنتخانق على ايه. المباني والاراضي كل المستندات كلها بتقول دي كانت بتاعه جامعه النيل، حصل عليها استيلاء عظيم. النهارده خدنا حكم بان كل المباني وكل الاراضي وان مصلحه الطلبه فوق كل المصالح الخاصه. احنا كل ما ندور عليه الطلبه يخشوا يدرسوا، وبعدين اذا كان في مشاكل خاصه بتسويه مبالغ ماليه بين الطرفين يتم هذا. الحاجه الثانيه احنا عرضنا نستضيف في بعض المعامل الموجوده اي حد من العلماء اللي جم بيشتغلوا مع الدكتور زويل. ماذا يطلب مني؟ نعم. هل معقول نترك الطلبه في هذه الحاله في جامعه النيل ومدرجاتهم وقاعات الدراسه خاليه؟ ليه نعرض نفسينا؟ يعني دي فضيحه، مش على مستوى المصري ده، على مستوى الدولي. فين الجامعات اللي فيها كلاب عماله؟ يعني مش ممكن تحدي اللي حاصل النهارده من القائمين على اداره جامع مدينه زويل تحدي واضح. احنا هنا وعندنا امن وعندنا كلاب، واوعى حد يقرب لنا. بدل ما يقولوا تعالوا نقعد نفضل الشباك اللي موجود. نعم. شكرا دكتور عبد العزيز حجازي رئيس مجلس امناء جامعه النيل. استاذ شريف فؤاد، هل لديك تعليق اخير؟ يعني هو تعليق سريع يا استاذ خيري فيما يتعلق بان طلبه جامعه النيل بيدرسوا في الخيام. انا ممكن ابعت لحضرتك سيديهات على مدى 6 شهور الاخيره على مدى الساعه، وتقدر حضرتك اي خبراء في هذا المجال التكنولوجي تفحصها. الخيام فارغه والطلاب يدرسون في القريه الذكيه. ما عملنا وقاعات الدروس اللي جهزناها بمبالغ باهظه، واستقبلنا 4000 طالب. سيتم اختيار منهم 300 طالب يبداوا دراسه في اغسطس المقبل من خيره الشباب المصري، والكفاءه هي المعيار الوحيد. لدينا الباحثون نشروا اكثر من 25 بحث في دوريات عالميه، وشاركوا في 13 مؤتمر دولي لعرض بحوثهم، وده انجاز بكل المقاييس. مع كل التقدير لجامعه النيل ترتيبهم 7000 على مستوى العالم، وياتوا بعد المركز 25 في
في الجامعات المصريه مع كل التقدير لهم، هم كليه واحده، عدد طلابهم في الفرقه الاولى 23، فمن غير العد الحقيقه ان احنا نخلق مقارنه بين جامعه صغيره ومشروع قومي ممكن ينهض بالاقتصاد القومي وبالانتاج القومي. مددنا ولا زلنا نمد يد التعاون يا استاذ خيري، وعرضنا على اللجنه الوزاريه المشكله مؤخرا في حضور الاستاذ الدكتور عبد العزيز حجازي ان احنا الدوله تقوم بعد ان تقنن وضع جامعه النيل، لان جامعه النيل جامعه خاصه ولم تتحول بعد الى جامعه اهليه وتسترسم قانون لذلك، ان يتم استقطاع جزء من الارض في حدود 10 15 20 فدان زي ما الدوله عايزه، ونبني ليهم على نفقتنا الخاصه مبنى اكاديمي محترم، وان ندفع لهم الايجار في القريه الذكيه. بس الحكم ما قالش كده يا استاذ شريف. لا الحكم قال كده يا استاذ خيري، ممكن ابعته لحضرتك. قال يتم التوافق في الحيثيات، وده اللي معطل لجنه المستشارين ورجال القانون في الوزاره وهم يدهم مغلوله. بالاضافه يا استاذ خيري ان احنا عملنا اشكال في الحكم، الفريق القانوني عمل اشكال في الحكم، وزي ما سيادتك تعلم الاشكال بيوقف التنفيذ لحين الفصل فيه. بعد الفصل في الاشكال قبل شكلا وموضوعا؟ طبعا يا فندم، وفي جلسه يوم 11/6 نعم يحضروا ويلجوا في المحكمه. ورغم ذلك يا استاذ خيري الدكتور زميلي اتصل من امريكا ووجه القائمين على المدينه، ارجوكم ما تاذوش الطلبه لانه دي منشاه عامه واحنا عندنا خدمه النصر، واي اعتداء على المدينه او العاملين بها دي جنايه يا استاذ خيري. المحضر اللي حر اليوم والصور اللي قدمت ممكن تعمل مشكله كبيره للطلاب، ودول اخواتنا واولادنا عايزين نحافظ عليهم، عايزين نتعاون كلنا من اجل مصر. هذه الارض والمباني ملك الشعب المصري وملك دافع الضرائب يا استاذ خيري، مش ملك طلبه جامعه النيل ولا ملك جامعه النيل، وما لهاش مليون فيها تزمه تاني. طيب انا عندي مشكله في الصوت كمان استاذ شريف. انا بشكر حضرتك جدا استاذ شريف فؤاد المتحدث الاعلامي باسم جامعه زويل. شيء مؤسف جدا واحنا بنتكلم في العلم ان احنا بنتكلم في خناق وفي كلاب وفي اصابات وفي تصوير وفي اعتداء وفي تكسير. هي دي مصر يا عبله؟ طيب المستشار سامح السروجي عضو مجلس اداره نادي القضاء قال في بيان صحفي اليوم ان حكم محكمه القضاء الاداري بمجلس الدوله الصادر امس بإلغاء جميع الإعلانات الدستورية وتأكيده أن الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر يمثل عدوانا على القضاء ومساس بحكية الأحكام، يؤكد أن عزل عبد المجيد محمود النائب العام السابق باطل، ويؤكد بطلان تعيين طلعت عبد الله نائبا عاما، وقال أن القضاء مصرون على موقفهم الرافض لاستمرار المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام. ايضا قضاة مصر هيبتدوا غدا، يبداوا غدا اعتصاما مفتوحا بمقر نادي القضاء اعتراضا على استمرار مجلس الشورى في مناقشة مشروع او مقترح قانون السلطة القضائية. ايضا يدعون الى وقفة عامة امام دار القضاء في الخامسة مساء الاثنين 3/6، بيدعو فيها الناس كلهم للمشاركة في هذه الوقفة. من ناحية أخرى تتواصل مظاهرات العاملون في الأوبرا في حمل التوقيعات للمطالبة باستقلال الأوبرا عن وزارة الثقافة. الأزمات بتتصاعد، الكل بيستقيل من جهات عديدة بعد إقالة الأستاذة إيناس عبد الدايم، الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية التي تحظى باحترام ومحبة الكثيرين، هي قامة كبيرة، وتعيين بدر الزقازيقي الذي كان يشغل مدير خشبة مسرح ومهندس صوت. وتعالت هتافات العشرات من المحتجين من فناني وعاملي دار الأوبرا المصرية بهتافات مش هنمشي ويمشي واحلق دقنك بين عارك تلقى وشك وش مبارك. أيضا ناير ناجي قائد فرقة أوركسترا أوبرا القاهرة قال إن فناني وعاملي دار الأوبرا المصرية سوف ينظمون وقفة احتجاجية اليوم الخميس للتأكيد على مطالبهم بعودة إيناس عبد الدايم لمنصبها في رئاسة الأوبرا وإقالة وزير الثقافة. هذا ليس فقط جبهة الإبداع، أيضا كانت عاملة مجموعة من التظاهرات الكبيرة اليوم، عملوا وقفة على سلم نقابة الصحفيين، أعلنوا عن موقف ثابت سيتم التصعيد حتى إقالة وزير الثقافة المصرية. احنا عارفين ايضا انه اقال قبل كده الدكتور احمد مجاهد رئيس هيئة الكتاب. قيادات كبيرة في وزارة الثقافة تقدمت باستقالتها. الوزير مش مقدر قيمة مصر الثقافية. مصر مش هتبقى بدقن، مصر متدينة بس مش هتبقى بدقن. بدقن حسب فكر وبدقن حسب شكل. الثقافة المصرية طول عمرها طول عمرها هي القاطرة اللي بتقدم مصر وبتنور مصر، الثقافة الحقيقية اللي لها قيمة في فنها وإبداعها ورسمها وكتابتها وشعرها وغناها، هي دي مصر.
هي دي مصر اللي خرج منها نجيب محفوظ، واللي خرج منها زويل، واللي خرج منها يوسف ادريس، واللي خرج منها عظماء كبار وصلاح جايين ويحيى حق وكل الاسماء اللي ممكن نفضل نعد 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 اللي باقي في وجدان العالم من مصر زي ما اهرماتها مبدعيها ومثقفيها. فلازم وزير ثقافه مصر يبقى كبير على حجم مصر. محافظي قنا وسوهاج كان في مؤتمر للمعاقين، المعاقين كانوا بيوقعوا على استمارات تمرد وقالوا ان احنا بيتسرق جهودنا علشان يتقال ان كل اللي حصل ده برعايه حزب الحريه والعداله، منسق الحركه حركه التمرد. واحد المعاقين قعدوا يتكلموا لكن ما قدروش يتكلموا بعد كده علشان انسحب محافظ قنا ومحافظ اسوان سوهاج علشان بيهتفوا ضد الرئيس وضد حزب الحرية والعدالة. أما في دمياط فقد تخطى عدد أصوات حركة التمرد اللي اتجمعت في دمياط فقط 165 ألف من مختلف قرى ومدن المحافظة. نروح لأمناء وأفراد الشرطة بكفر الشيخ بيطالبوا بالتصويت في الانتخابات وبيقول لك حقنا وده حكم المحكمة الدستورية، وإن ما صوتناش هننزل يوم 30 يونيو ومش هنرجع غير انتوا عارفين. هو ما هو السر يعني؟ هما مش هيرجعوا الا اذا سقط النظام. اسرائيل بتقول سمحنا القوات المصريه بالبقاء في سيناء حتى 5 يونيو، اللي ذكرت ده وكاله فلسطين بريس، وقالت ان وزير الدفاع الاسرائيلي مشي علون قال انه قام بالمصادقه بشكل رسمي على طلب من الحكومه المصريه بادخال قوات اضافيه لسيناء حتى تاريخ 5 يونيو بهدف القضاء على الجماعات المسلحة المتواجدة بداخلها، خاصة بعد اختطاف الجنود المصريين الذين أفرج عنهم الأسبوع الماضي. وقال كمان يعلون إن الشرق الأوسط يشهد توترا غير مسبوق على كل الأصعدة والجبهات المختلفة التي من شأنها أن تستمر لعدة سنوات قادمة على حد تعبيره. نذهب إلى نجلي الرئيس مرسي. كانت هيئة مفوضي الدولة بتنظر اليوم الدعوة اللي أقامها الأستاذ محمد حامد سالم المحامي للمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن أحمد والشيماء ابني الدكتور محمد مرسي بسبب حصولهما على الجنسية المصرية دون إذن من السلطات المصرية. المحكمة قررت تأجيل لجلسة 27 يونيو القادم لتقديم الأوراق والمستندات. المفاجأة كانت فيه بعيدا عن غياب ابني الرئيس رغم ان المحكمه طلبت سماع شهادتهما لسماع اقوالهم وحضور محمد الضماطي وكيل اول نقابه المحامين نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان وكيلا عن الرئيس وابنيه. اللي فجر مفاجاه فعلا اثناء المرافعه فقال ايه؟ ان صدر قرار من وزير الداخليه الحالي السيد اللواء محمد ابراهيم يحمل رقم 1003 لسنه 2013 بالسماح لابني الرئيس بازدواج الجنسيه. المحكمة طلبت منه يجيب أصل الشهادة دي، لكن هو غريب قوي أن اللي هو محمد إبراهيم يدي دلوقتي إذن الجنسية حصل عليها نجلاء الرئيس، وأنا مش شايف أنها جريمة أن حد يحصل على جنسية إذا كان عايش أو مولود بره. الكلام ده كان سنة 85، فيش مانع أنه يدافع عن نفسه ويقول أنا من حق أخد الجنسية. المحامي اللي رفع الدعوة بيرى أن ده خطر على الأمن القومي المصري وما ينفعش أبناء الرئيس اللي عايشين في بيته بيبقى معاهم جنسية تانية، لكن كمان بيقول ان الشهادة او الاذن اللي سمح به وزير الداخلية في غير محله لانه بعد رفع الدعوة. الكلام ده من 85 وهو رفع الدعوة بقاله زمن، وده كان لسه الاذن ده سنة 2013 يعني السنة دي فقط. غريبة شوية، غريبة شوية انه برضو الكل يسعى الى الخدمة. يعني هو ده اجراء رسمي انك تبقى واخد حاجة سنة 85 فتبحث عن اذن الان، ولماذا لم نحصل على الاذن من قبل؟ ربما كان خايف لما يتقال ان دول نجل الدكتور محمد مرسي القيادي الاخواني ان وزاره الداخليه ما توافقش فاحتفظوا به سر، وبعد الثوره لم يعد هناك سر. الجمعيات الاهليه عامله مشكله. اصدرت 41 جمعيه ومنظمه حقوقيه بيانا عصر اليوم قلقانين جدا من قانون تأييد عمل مؤسسات المجتمع المدني بسبب قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وبيقولوا ان هذا جماعة الإخوان المسلمين بتستغل هذا القانون علشان تصنع دولة بوليسية جديدة تستهدف خنق منظمات حقوق الإنسان. وقالوا ان المواد اللي في هذا القانون أصعب من القانون
اي قانون اتعمل في تاريخ مصر. واذا كنا جايين بنقول ان احنا بنغير وبنشجع المجتمع المدني في مجتمع ناهض زي مجتمعنا، بيقول لك لا، هم عايزين يكتفوا المجتمع ده، بيقول لك لابد من البدايه انك تاسس، ويكون التاسيس ب50,000 جنيه وتدفعهم في البنك، يبقى معاك فلوس. طب هي الجمعيات الاهليه قايمه على التبرعات وعلى المساهمات، فانت بتطالب حد في حين ان يعني المساله حلم، ده انت بتطلع الفضائيات والصحف بالاختار جاي على الجمعيات الاهليه. انا مع الرقابه ومع تحديد مصادر التمويل وكل شيء، بس ما تعقدوهاش، ما تخنقوهاش قوي. اللي كنتوا بتصوتوا منه زمان ما تخلوهوش دلوقتي الناس تصوت منه. اللي عمل الثوره على مدى سنين من الكبت بيشوف دلوقتي، بيلاقي الكبت اكتر، مش بالصوت العالي ومش بالزعيق، لكن الانفجار بيزيد والغضب بيزيد والتمرد كمان بيزيد. بعد الفاصل دكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري المصري في حوار ممتد، سنحاول أن نفهم فيه ماذا يحدث هناك في إثيوبيا الحبيبة. لا تغضبوا من إثيوبيا، فهي تبحث عن مستقبلها. العيب في من لا يرى مستقبله ولم يلتفت إلى أين يذهب ليؤمن نفسه أو يعمر نفسه. نلتقي بعد الفصل. كانت حاضرة معنا اليوم. الشفافية ومكافحة الفساد والحق في حرية الحصول على المعلومات عناصر ارتبطت بمفهوم المساءلة الاجتماعية الذي استحدثته الأمم المتحدة، والذي أعلنت شبكة المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي أنسا عن نتائج أول دراسة في العالم العربي حول هذا المفهوم. بان لنا أن الناس مش عارفة يعني مساءلة اجتماعية. المساءلة بمنتهى البساطة هي ان انا مدام مسؤول ما في اي مكان، فانا مساءل قدام اللي انا مسؤول امامه. يعني انا لو في جمعية اهلية انا مساءل قدام المواطن، انا لو حكومة انا مساءل قدام المواطن، لو القطاع الخاص مساءل قدام المواطن، لو الاعلام مساءل قدام المواطن. يبقى مين اللي بيسائل؟ المواطن. بيسائل اي حد بيتكلم بلسانه او بيتكلم بالنيابة عنه لتحقيق هدف ما. سنعيش مقاومات كبيرة لمصالح ولسلط عاشت خارج أسست وبنيت خارج المساءلة والمحاسبة، ونمت وترعرعت وربما تغولت خارج المساءلة والمحاسبة، وخصها وقت كبير لكي تتلائم وتنضبط وتنخرط وتندمج في ثقافة وفلسفة ورؤية وقواعد وحقوق المساءلة والمحاسبة، اللي هي الحقوق الديمقراطية بشكل عام، ثم داخل المواطنات والمواطنين كذلك ومختلف الفاعلين. الأمر سيأخذ وقتا طويلا. أجريت الدراسة في 7 دول عربية، هي المغرب وتونس ومصر وفلسطين والأردن ولبنان واليمن، للتعرف على مستوى المساءلة الاجتماعية في تلك البلدان. أنت لكي تجري أي مساءلة اجتماعية يجب أن يكون لديك يعني قانون يسمح لك بالوصول إلى المعلومات، لكي يعني تأخذي هذه المعلومات من مصادرها، سواء من خصوصا من الدوائر العامة يعني القطاع العام، وبالتالي يعني تستطيع قراءة هذه المعلومات وتستطيع أن تسائلي الحكومة أو الإدارة العامة، أو يستطيع المواطنين يعني الاجتماع يوجد يعني أن يكون لديهم مستندات رسمية. بما أنه لا يوجد يعني في هذه البلدان، إما يوجد قانون يعني غير مطبق مجتزأ مقيد أو لا يوجد. والله في تونس في قوانين مثال بند من بنود وركائز المساءلة الاجتماعية هو النفاذ للمعلومة، وتونس هي الأولى في المشروع ده وعندها يعني قانون. بس دور المجتمع المدني وشبكة العربية هو أنه نضغط على الحكومة لأنه ننفذ القانون هذا. صح عنا قانون بس يلزم التنفيذ متاعه، بس نوصل إلى حقيقة إلى تنفيذ المعلومة وحكمة رشيدة في تونس. تحديات كبيرة أمام تطبيق مبدأ المساءلة الاجتماعية في البلدان العربية، وهو ما يستلزم رفع الوعي الشعبي والحكومي بمفاهيمه وممارساته. بسنت شحاتة، ممكن. سبعة
سد النهضة هو حلم إثيوبيا لتوفير إمدادات الكهرباء لشعبها بعدما استبقت إثيوبيا نتائج تقرير اللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييمه، معلنة عن بدء عملية تحويل مجرى النيل الأزرق تمهيدا لبدء بناء السد. لم تكن الخطوة الإثيوبية مفاجئة لكثير من المراقبين، حيث تعود أزمة تحويل مجرى النيل إلى مايو من عام 2010 عندما قررت 6 من دول منابع النهر التوقيع على معاهدة جديدة لاقتسام موارد النيل في مدينة عنتبي الأوغندية. وقعت على هذه الاتفاقية إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبروندي، كما أعلنت دولة جنوب السودان أنها ستنضم إلى الاتفاقية، بينما رفضت كل من مصر والسودان والكونغو الانضمام إليها. لم تعر إثيوبيا وباقي دول عنتبي اهتماما لذلك الرفض، سعيا إلى الحصول على ما تراه حصة أكثر عدالة من مياه النيل، ودشنت في أول أبريل عام 2011 مشروع سد الألفية الكبير أو سد النهضة، وبمجرد دخول المعاهدة حيز التنفيذ تنتهي الحصص التاريخية لمصر والسودان، والتي كان بموجبها أن تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، أي نحو 80% من مياه النيل. أما السودان فتبلغ حصتها ما يعادل 11% من مياه النهر. اتفاقيات تقسيم مياه النهر بين دول حوض النيل العشرة بدأت للمرة الأولى عام 1929، وفي بداية الخمسينيات بدأت المفاوضات الثنائية بين مصر والسودان، وانتهت باتفاقية مياه النيل عام 1959، ووافق فيها الطرفان على إنشاء السد العالي بمصر وخزان الروسيرس بالسودان. مشروع سد النهضة لم يكن وليد السنوات الأخيرة، فقد حاولت إثيوبيا تشييد منشآت على النيل الأزرق في بداية السبعينيات، لكن مصر استخدمت حق الفيتو ورفضت المشروع. وسعت مصر إلى التفاوض لضمان حقها، ووقعت مع الحكومة الإثيوبية عام 1993 اتفاقية تعاون بشأن استخدام مياه النيل على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي، مع الامتناع عن أي نشاط يضر بمصالح الطرف الآخر. وفي فبراير عام 1999 تم توقيع مبادرة حوض النيل في تنزانيا بهدف تدعيم التعاون الإقليمي بين دول النهر العشرة، لتأتي اتفاقية عنتبي وتخلق صراعا محتدما حول مياه النهر الخالد. وبإقدام إثيوبيا على تدشين سد النهضة تتصاعد وتيرة التخوفات لدى أبناء النيل، فهل من الممكن أن تطرح الحكومة المصرية بدائلها عليهم؟ بسنت شحاتة، ممكن. شكرا يا بسنت، اهلا وسهلا، برحب بضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائيه والري. مساء الخير سياده الوزير. مساء النور، اهلا وسهلا بحضرتك. خير، اهلا بيك. الان بين يدي حضرتك ملف كبير وضخم العالم متوقف امامه وبيتكلم فيه. هتسمح لي حضرتك نبتدي من الاول، ونفترض ان في مشاهد فاهم ان في ازمه ومش عارف ايه الازمه. ايه ازمه ان اثيوبيا تغير مسار النهر الان استعدادا لبناء سد النهضة كما يطلق عليه؟ لا، هو احنا عارفين ان اثيوبيا بدأت في سد النهضة منذ اعلان ميلي زناوي عن وضع حجر الاساس والاعلان في المشروع. نعم. فهو البناء مش وليد اللحظة يعني، انما الوليد اللحظة ان في جزء من او الخطة التنفيذية للمشروع تم تحقيقه في هذه المرحلة، اللي هو جزء بتحويل مجرى النهر يعني. والجزء ده بقى الناس افتكرته ده إذانا لبدء العمل في المشروع. لا، البدء العمل في المشروع ابتدى أكتر من سنة ونص. بدء العمل اللي هو مشروع وضع حجر الأساس. حجر الأساس والعمل الفعلي يعني. احنا في لجنة ثلاثية، أول حاجة لما بيروحوا أديس بياخدوهم موقع السد وبيشقوا زوروهم المكان. فدلوقتي في مباني مبنية معسكرات العاملين، في كوبري اتعمل عشان يربط يعني ضفتي النهر ويسهل عملية الانشاء.
في أعمال تمهيدية تمت في موقع الإنشاء، في أبحاث تربة تم، يعني العمل مبتدي بقاله سنة ونص. هو ابتدى بعد الثورة مباشرة. بعد الثورة مباشرة، وإحنا كنا مشغولين، هم أعلنوا البدء في كذا يعني. إحنا كنا مشغولين في أحداث الثورة، إنما هذا لن يلهي مصر يعني إن هم كانوا مشغولين في ده، بالعكس يعني كان حصل برضو نوع من الغضب الشعب كبير، وقامت يعني بعض الوفود الشعبية، مبادرات شعبية نعم حصل. وبعد كده رئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف راح أثيوبيا والتقى بالسيد رئيس وزراء أثيوبيا ميلي الزناوي، وهو جه هنا مصر برضو عشان يطمئن الشعب المصري، وأعلن يعني قال ان السد ده لمصلحه مصر والسودان قبل ما تبقى لمصلحه اثيوبيا، وقال يعني عشان اثبت حسن النوايا انا مستعد ان احنا نشجع لجنه ثلاثيه من الخبراء من الثلاث دول، كل دوله بعضوين يختاروا بينهم يعني اربع خبراء دوليين ويقيموا السد يعني ويظهروا الاثار الايجابيه بتاعته. وافقت مصر على كده وابتدى شغل اللجنة الثلاثية، فهو ما كانش مفاجأة خالص. هو ما كانش مفاجأة في الزمن ان ده اعلن من سنة 2011. هو السؤال المبدئي، هذا حلم اثيوبي بقاله زمن يتكلموا عن هذا السد وشايفين ان ده هيمثل لهم نهضة شديدة وخلافه. تعتقد حضرتك ايه الاصرار او لماذا اختيار هذا التوقيت؟ بلد عندها ثورة، السودان كان عندها مشاكلها، إذن فهم يعلمون جيدا ان وجود دولة قوية يمنع تنفيذ مثل هذا المشروع. الدولة المجاورة الكبيرة اللي هي مصر في حالة ضعف، يبقى كان في استغلال للظرف. حضرتك بتشوف كده ولا ما تشوفش؟ والله ممكن يكون كده، وممكن يكون برضو من يعني هم عندهم مبدأ السيادة طاغي عليهم شوية، يعني بيقول لك ازاي انا اخد اذن من دولة يعني في مشروع بيقام في أرضي. يعني عندهم مبدأ السيادة ده مسيطر عليهم شوية، وخاصة يعني إن كان في يعني حتى بيدرسوا للعيال الصغيرين ما معناه لما تيجي تشرب لازم تاخد إذن من مصر. فالحتة دي طبعا عمل لهم يعني نوع من التعب النفسي يعني، فهم قال لك لازم نملك الإرادة وهي العملية مش كده. عمر ما مصر كانت مسيطرة على النيل ولا على منفعة الناس من النيل، إنما ده عرف قبل ما اتفاقية 29 تقوله، وقبل ما 1902 تقوله، ده عرف دولي دائما يعني العرف الدولي، وسواء الاتفاقية بتاعت هلسنكي أو اتفاقية الأمم المتحدة الحديثة يعني بتقول لما تيجي دولة من دول المنبع تعمل أي مشروع مائي يجب أن تخطر دولة الدول المصب او دول الخلف بلغة لغة الرأي، يعني احنا بنسمي دول الامام اللي هم المنبع. أيوة. اللي بيمر عليهم الاول يعني احنا دول الخلف، ودول الخلف احنا اللي هم دول المصب يعني. نعم. فبيقولوا دايما يعني يجب ان هي تخطر دول الخلف للتأكد من ان المشروع لن يؤثر عليها سلبا، وفي حالة الموافقة تمضي قدما يعني، وفي حالة عدم الموافقة تعمل العلاج اللازم بحيث ان المشروع ما يكونش له اثار سلبية، وده عرف دولي يعني. نعم. ما فيهوش تغيير المسار. كان مفاجئ للحكومة المصرية يعني مسار، اذا كان حضرتك بتقول هذا كلام قديم وضع حجر الاساس في لجنة مشكلة، اللجنة دي ممكن تصل الى قرارات او تقدم مجموعة من الاقتراحات لقيادات الدول الثلاث. فلما تيجي اثيوبيا النهاردة وتسارع بتغيير مسار النهر، يعني بدأت تصرف فعلي خلاص على ارض الواقع، هل ده كان مفاجئ لمصر؟ لا ما كانش مفاجئ، لان هم بيشتغلوا بقالهم اكتر من سنه ونص. نعم، بس حضرتك كنت عارف انهم في هذا التوقيت لا هو في برنامج زمني، مش ضروري احنا نعرف الخطه. برنامج الزمن لتنفيذ المشروع بيحط كل الاكتيفيتيز او كل الانشطه الخاصه بالبنى في جدول، وكل نشاط من الانشطه الانشائيه دي بيبقى محطوط تايم بار او يعني برنامج زمني. فممكن يكون جدا ده مش مفاجئ، انما احنا بنروح يعني اللجنه الدوليه اول حاجه بيعملوها بيروحوا يزورهم، واول ما راحهم شافوا التحويل، والتحويل على فكره مش التحويل كله. نعم. لو هم حولوا في جزء حوالي 30 متر يعني تقريبا يعني
نوع من يعني مكان هيستغلوه في التشوين، انما التحويل بالكامل للمجرى لسه لم يتم. حضرتك كنت عارف ميعاد التحويل؟ يعني قال ما لا قال. انا ما اعرفش، لان ده برنامج زمني بيبقى بين المالك وبين الشركه المنفذه، انما عرفت بمجرد ما اللجنه راحت وقالوا يعني حيث. احنا لنا طبعا اللجنه. السفير المصري في اثيوبيا قال السد وتحويل مجرى النهر اصبح امر واقع. امر واقع، يبقى اللجنه الثلاثيه بتعمل ايه؟ لا انا ما اعتقدش ان هو يقصد ان اللجنه الثلاثيه. اولا في اتفاقيه اللجنه الثلاثيه يعني مو كان في اتفاقيه وتم توقيع عليها من ثلاث دول خاصه بتشكيل اللجنه الثلاثيه. نعم. من ضمنهم بيقول لك يبحثوا في الدراسات الخاصه بالسد النهضه وبين قوسين تحت الانشاء، يعني مش لسه مزمع انشاؤه. لا تحت الانشاء. فاللجنه تشكلت واحنا عارفين ان العمل بياخذ مجراه في الانشاء ده نمره واحد. نمره اتنين ان هو كان بالصدفه في اليوم اللي اعلنوا فيه كان العيد القومي الاثيوبي، فكانوا عايزين يعملوا يعني نوع من زي ما احنا بنعمل مشاريع في اعياد اكتوبر، هم كان نفسهم يعلنوا ان السد بيتقدم، لان طبعا هم بيبنوا السد من مواردهم الذاتيه يعني، فعايزين يقولوا عندهم منحه من الصين بمليار دولار، ايطاليا مقدمه معدات واشياء لا تستخدم في السد. السد تمويل ذاتي لحد دلوقتي. نعم. يعني السد تمويل ذاتي هذا المعلن. لا ممكن، بس اللي هم فعلا حاسينه ان هم في ضغط شديد جدا بسبب يعني عدم وجود التمويل الكافي وبيعتمدوا على موردهم الذاتية. نعم. حضرتك اول ما عرفت تغيير مجرى سواء جزء او كل، هل حضرتك بادرت بالاتصال باعضاء اللجنة المصرية في اللجنة الثلاثية؟ هل كلمت حد؟ هل كلمت وزير الري في اثيوبيا؟ يعني ايه التصرف اللي حضرتك عملته؟ يعني احنا كمهندسين مدنيين يعني اي مشروع مائي بيتعمل في مجرى مائي لابد من التحويل. ليه؟ لان انت في موقع الانشاء عايز تجففه وعايزه يبقى صالح للسريان المعدات ونزول العربيات ووضع الاساس وعايز تحفر لمنسوب التاسيس، فشيء طبيعي اول خطوه انك بتحمي الجزء اللي هو فيه الانشاء من الميه، تمنع عنه وصول الميه، فبتعمل سد اسمه سد المحيط وبتاخد الميه من الامام توصلها في الخلف. ده التحويل، فده عمل هندسي متبع. ايوه عمل هندسي، يعني في النهايه ان بناء السد اصبح امر واقع. لا اذا اقررت اذا قبلت او لم تناقش هذا يبقى امر واقع. تمام. هو طبعا في لجنه ثلاثيه التقرير بتاعها على وشك الصدور، هم هينتهوا من عملهم باكر، فهم لم يحط ما فيش اي اساسات اتحطت، يعني ما فيش متر خرسانه انصب لحد دلوقتي. نعم. وكل الاعمال اللي اتعملت اعمال تحضيريه للبدء في الانشاء، زي ما قلنا كده معسكرات للعاملين اتبنت، اعمال تمهيديه في الموقع، اعمال ترابيه في التحويل، انما ما فيش اي حاجه خدت يعني صب اساسات او كده في المكان بتاع السد يعني، وبالتالي كل دي اعمال تحضيريه، وحتى لو فرض وظهر اي سلبيه لازم يبقى في مفاوضات ازاي هنحلش السلبيه دي. طيب هي ايه الاحتمالات بتاع اللجنه الثلاثيه؟ يعني اكيد اللجنه الثلاثيه قاعده على مجموعه من الاحتمالات، واحد مثلا ان السد لن يؤثر على مصر والسودان بشيء، اثنين انه قد يؤثر تاثيرا سلبيا في حالات، ثلاثه انه ممكن يكون كارثه على البلدين. يعني دي كلها احتمالات موضوعه. انا اللي ده انا بفتي. لا. انا بجتهد. حضرتك كعالم كبير ووزير الموارد المائيه والري في مصر، الناس اللي قاعده تسمعنا نتوقع ما هي احتمالات اللجنه الثلاثيه التي تصل اليها بعد اجتماعات ثلاث دول؟ هو برضو الوظيفه بتاعت اللجنه الثلاثيه طبقا للاتفاقيه تقييم الدراسات المقدمه من اثيوبيا لمشروع السد. يعني بالظبط كده المانديت بتاعها او يعني الواجب الوظيفي للجنه الثلاثيه هو تقييم الدراسات المقدمه من الجانب الاثيوبي للسد، وبناء عليه اذا كانت الدراسات دي كافيه او غير كافيه. نعم. والدراسات طبعا بتظهر اذا كان في ايجابيات او سلبيات. لما نتكلم بقى بصفه احنا لنا خبره في المكان ده، طبعا انا مش هقدر اتوقع ايه التقرير بيقول ايه، لان من ضمن برضو الاتفاقيه ان ما نزعش اي حاجه عن اللجنه الثلاثيه لحد ما يطلع التقرير النهائي. نعم. لان ممكن اللي بيكلموا فيه يظهر تحسين فيه او تعديل فيه في مراحل عمل اللجنه،
وبالتالي التقرير النهائي كلها يومين ويصدر، فيعني ما فيش داعي ان احنا نتعجل ايه التقرير النهائي. انما انا بتكلم بقى كمهندس وعندي خبره في هذا المجال، ايه التوقعات؟ نعم. ايه التوقعات؟ اي مشروع مائي بيبقى له ايجابيات وسلبيات، واي مشروع مائي بالحجم الكبير ده لازم بيخضع لحاجه اسمها الانفيرومنتال امباكت اسيسمنت، او يعني تاثير الاثر البيئي. لان حتى لما بتتعمل، احنا عندنا قانون في مصر، احنا لما جينا نغير قناطر نجع حمادي او لو نغير قناطر اسيوط لازم ناخد تصريح من جهاز شؤون البيئه ان المشروع ده بيئيا صالح، واذا كان فيه بعض العيوب بيقول لك ما هي الاجراءات الواجب اتباعها لتلافي هذه العيوب يعني. واذا ما كانش التقرير مكتوب فيه الكلام ده ما بدوناش الترخيص او التصريح، برغم ان ده مشروع حكومي ومشروع قومي، انما هو ده النظام. السد بالنسبه لهم له فوائد بالنسبه للسودان مثلا، لما نيجي نتكلم على السودان، وحتى هم بيتكلموا على الفوائد لمصر، وانا هقول برضو ايه اللي هم بيقولوه، انما مش معنى كده ان ملوش سلبيات، وانا هقول برضو ايه السلبيات المتوقعه يعني. فمثلا بالنسبه لاثيوبيا هيوفر لهم مصدر للحصول على الطاقه المتجدده، وهم بيعانوا من الفقر، وقال لك احنا عندنا ازمات كهرباء رهيبه وعايزين يصدروا كهرباء عشان سابع دوله في العالم تقريبا. لان السد ده لو تم القدره بتاعته على توليد الكهرباء 6000 جيجا وات، قد السد العالي تقريبا 3 مرات يعني. السد العالي 2.3 جيجا وات، وده 2000 يعني 300 جيجا وات، فده يعتبر تقريبا قد 3 مرات السد العالي في توليد الكهرباء. نعم. مش في السعه، السعة دي سعة التخزين. السد العالي من أكبر سدود العالم 162 مليار، هم بيتكلموا على 74 مليار في سد النهضة. نعم. فهم بالنسبة لهم بيقول لك توليد كهرباء ورخيصة ومتجددة وممكن تساعد في رفع مستويات الفقر. بالنسبة للسودان هو بيعمل زي السد العالي بالنسبة لنا يعني. السد العالي حمى مصر من أخطار الفيضانات. نعم. ومن أخطار الجفاف، وبقى لنا سياسة مائية، وبقى لنا سياسه توسع واستصلاح اراضي. لو ما كانش السد العالي لم نتمكن من هذا. بقى عندنا يعني ري الحياض اختفى وبقى كله ري مستديم، بسبب ان بقى في عندنا مخزون امام السد، وبناخد احتياجاتنا المائيه على مدار السنه من امام السد. فبالنسبه للسودانيين بيقول لك والله ده هو هيعظم يعني جنب حمايه ولايه النيل الازرق والخرطوم بالذات، ولايه الخرطوم من الفيضانات اللي كانت بتحصل. صحيح. انما بالنسبه لهم هيوفر لهم كهرباء كمان. لا، هيبقى في تيار مستمر على طول السنه. نعم. فبدل ما كانوا بيولدوا كهرباء من خزان الروسيرس موسمي في موسم الفيضان، لا ده هيولدوا بقى طول السنه من خزان الروسيرس. الحاجه المهمه برضو ان بالنسبه لهم ان هيحجز كميه الطميه اللي كانت بتيجي، وبالتالي السعه التخزينيه لخزانات الروسيرس والسنار هتبقى اطول، من لان جزء من الطميه اتحجز في الامام، وبالتالي هم بقى ايه بالظبط الترسب كمان هيقل عندهم. ما هو الترسيب هيقل. وبالتالي السعه التخزينيه هتفضل صحيه يعني. نعم. هم كمان بيتكلموا بالنسبه لمصر ان برضو السعه التخزينيه بتاعت السد العالي هتزود من عمره الافتراضي، لان جزء كبير من الترسبات بدل ما كان بيجي يترسب في السد في بحيره ناصر هيترسب عندهم يعني. احنا بالنسبه لنا طبعا السد ده مالوش سلبيات؟ لا، ممكن يبقى له سلبيات وسلبيات وخيمه يعني. حضرتك كده بتقول ان ممكن يكون ليه ايجابيه على مصر خاصه بالسد. هم انا بقول لك الدراسات بتقول كده. الدراسات بتقول كده، بتقول ان له، وده نظريا صح يعني. هو الفكره ايه؟ لو انت عملت سد وحجزت فيه الرسوبيات اللي كان بتيجي، على فكره احنا حاجزين سعه، السعه قدام السد العالي بتنقسم لثلاث انواع مختلفه من السعه يعني. نعم. في سعه بنسميها السعه الميته، ودي من منسوب القاع الطبيعي لحد منسوب 147، ودي السعه بتاعتها 31 مليار. ايه السعه ميته ليه؟ اللي كنا متوقعين كالناس البايونيرز او الرواد بتوعنا يعني اللي صمموا السد العالي، قال لك بيجي لنا حوالي 130 مليون طن رسوبيات، فهيترسبوا في المنطقه دي، وبالتالي احنا عمر السد هيبقى 400 سنه، وده الغرض يعني من الساعه الميته. في ساعه حيه اللي هي 90 مليار من منسوب 147 ل 175، ودي تكفي لتامين حصه مصر والسودان لمده 100 سنه عام هيدرولوجي يعني.
وبعدين في سعة طوارئ من سمي 75 ل 182، ده اقصى منسوب للتخزين، ودي 41 مليار مجموعهم كله على بعضه 162 مليار. السد العالي عظيم في تصميمه، والحقيقة يعني من المشاريع الرائدة ومن احد انجازات الرئيس السابق جمال عبد الناصر، اللي هو فعلا من انجاز يعني له اثره المستمر على الشعب المصري. خلينا في موضوعنا بتاع سد النهضة، هل ملوش بقى تأثيرات سلبية؟ ايه سلبياته بقى؟ لا، سلبياته نمرة واحد، نتيجة انك بتخزن، اولا كان فيه 74 مليار بيتخزنوا قدام السد العالي، حاليا هيتخزنوا قدام سد النهضة. نعم. فكمية المية اللي كانت بتخزن في السد العالي هتقل بنفس الكمية، وهتتوزع على مدار السنة بقى عشان بس هي هتيجي في مدار السنة. ليه؟ لانه هو لازم يخرجها عشان يولد بيها كهرباء. فانما هي كانت موجودة عندي وكانت رفعها للمنسوب بتاع التخزين، وكان لها فايدة في الكهرباء. ما هي لما ترفع منسوب التخزين معناها بولد كهرباء، لما الجزء ده يتخزن في مكان تاني معناه ان الكهرباء هتقل. الكهرباء بتبقى دالة في حاجتين، في فرق المنسوب. نعم. وكمية التصرف، احنا كمية التصرف كنا زمان بنصرف مية عشان نولد بيها كهرباء. نعم. دلوقتي بنصرف مية عشان تغطي الاحتياجات، ما بقاش عندنا فائض في المية. فلما كمان يحجزوا ال 74 فلما المنسوب يوطى معناه ان في تخفيض في حصة الكهرباء، وده شيء يعني مؤكد ان هيبقى في تخفيض في الكهرباء. ادي واحد المولدة. اتنين الزراعة انعكاسها على نمرة اتنين. لا حاول اتفضل. يعني نمرة اتنين ممكن جدا نتيجة ان التخزين في المنطقة دي ممكن يبقى له فواقد. ما انت بتخلق بحيرة، البحيرة دي لها سعة 74 مليار، فممكن معدلات التبخر دي تنقص المية اللي خارجة. يعني افرض مثلا ان في 2 مليار تبخر، ما هو ده هينقص، معناه ما هو ده ضعف التبخر. يعني هما طبعا بيقولك لا، طب ما انت كنت بتخزنها عندك وعندك درجة حرارة اعلى، وبالتالي معدلات التبخر اللي كانت بتحصل عندك هتحصل عندنا. الكلام ده لازم نتأكد منه. نعم. الحاجة المهمة خالص بقى اللي انا شايف في موضوع خطير ولازم يبقى فيه كلام عليه، انهيار السد. لا، انهيار السد ده لسه برضو هنتكلم. طيب. انما برضو خلينا في التسلسل. وانا حاجة لانهيار السد، الحاجة الخطيرة، افرض دلوقتي ما اتفقناش على اسلوب الملء وجت سنوات شحيحة الاراض وهو ابتدى يملى فيه، دي معناها ان انعدام الفيضان والنيل الازرق بالذات نسبته حوالي 55% من الاراضي اللي بيجي لنا يعني. نعم. لان في سبع بيجي من النيل عطبرة، والسبع تاني بيجي من نهر صبط، اربع اسباع بيجوا من النيل الازرق. فلو جت سنوات شحيحة الاراضي وهو ملى فيها، دي في منتهى الخطورة على مصر. معناها ان المية اللي جاية هتتخزن عنده ومفيش مية هتيجي، ولو خدنا من المخزون ممكن المخزون ينقص. اللي متخزن عندنا حاليا مش 162 مليار، احنا عندنا 118 مليار. فلو خدنا منهم حصة سنة مش هنلاقي السنة التانية نشرب، لان السودان بتاخد واحنا بناخد. وبالتالي في خطورة لو حصل الملء في سنوات شحيحة الاراضي. واحنا دايما بنقول لازم يبقى في اتفاق على ازاي نملى الخزان، ولازم تبقى في سنوات عالية الإيراد مش متوسطة الإيراد أو منخفضة الإيراد، لأن الفيضانات دي نعمة من عند ربنا ومحدش بيعرف هي جاءت إيه يعني. إنما هي دورات بتبقى في عالية الإيراد. فإحنا بنحط كل الاحتمالات. فأنا عندي الخطورة بقى أثناء التشغيل، ممكن عشان يعظم توليد الكهرباء يكتر المية اللي بتخرج، وبالتالي ياخد من المخزون اللي قدامه ويجي يملاها تاني، ونقع في المشكله بتاعت طب هيملاها في السنوات شحيحه الاراضي ولا. ولذلك ما كانش في اتفاق محكم ازاي نملى وازاي نشغل. انا متوقع ان لازم يحصل في عدم انتظام في تدفق مياه الفيضان لمصر، وقد يؤثر سلبا علينا. طيب انا هستاذن حضرتك، انا هقف عند النقطه دي واطلع فاصل وارجع اكمل، لان حضرتك حطيت ايدك بالظبط على مواطن قلق، ودي امن قومي مصري. تمام. ده حياتنا. تمام. ونقطه الميه. تمام. اغلى من الدم. تمام. هنطلع فاصل، بعد الفاصل هكمل مع سيادة الوزير الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري، فانتظرونا. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى، واصل حواري مع الاستاذ الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري.
دكتور حضرتك كنت بتكلمني عن الآثار السلبية المحتملة أو اللي لازم نعمل حسابها وإحنا بنفكر في هذا السد. إيه الآثار السلبية الأخرى؟ مسألة أمان السد. نعم. فأمان السد ده طبعا موضوع يهمنا جدا. أمان السد لو تخيلنا سد بارتفاع 145 متر وقدامه 74 مليار حصل له مفاجأة انهيار. ودي نسبة واردة وحصلت في كتير في العالم. كتيرة في العالم، في أمريكا حصل وفي إيطاليا حصل وفي الهند حصل وبتحصل يعني في دول كتيرة يعني. فلو حصل انهيار مفاجئ للسد ده هيبقى تأثيره كارثي يعني، يمكن يأثر في السودان أكتر مننا، وتأثيره هيمتد لنا طبعا. لو كان من التخزين واطي منخفض في السد العالي فممكن استيعابه يعني في بحيرة ناصر، إنما المشكلة تكمن لو كان التخزين عالي يعني منسوب التخزين عالي، ففي الحالة دي مش هيبقى في سعة فاضية عشان تستقبل ال 74 مليار، وقد يحصل بقى أن المية تفيض من على جسم السد وهيبقى فيها مشاكل كبيرة يعني. نعم. احنا طبعا بقول يعني الناس اللي سبقونا كانوا بايونيرز او يعني رواد، الدكتور عبد العظيم وعبد العطا الله يرحمه في وقت من الاوقات كان وزير موارد المياه والري، وفكر لان بعد انشاء السد العالي النهر بتاعنا تقريبا بقى زي القناة بنطلق فيه التصرف المطلوب طبقا للاحتياجات يعني، فقالك مع الوقت مش هيستحمل تصرف فيضان، ففكر في انه يعمل مفيض ياخد المية زيادة دي ويوديها للمنخفضات تشكى، وطبعا احنا عملنا المفيض والمنخفضات ساعتها التقديرية 120 مليار، فطبعا احنا عندنا معامل انقاذ يعني. نعم. ان ممكن نشغل مفيض تشكى والمية تروح هناك بدل ما تيجي يتغرق الوادي والدلتا يعني. انما طبعا لما يبقى حدث مفاجئ قد يكون له اثاره الوخيمة، طبعا اثاره ولا توجد له ضمانات حتى لو قدموا خطط هندسية وبناء ما تضمنش ان السد ممكن ينهار. هو طبعا كل شيء جايز يعني. نعم. نسب الاحتمال احنا عندنا السد العالي بنقول احتمال انهياره ده صعب جدا. ليه؟ برضو هنقول ليه. السد بتاعنا سد ركامي عبارة عن احجار مترصصة جنب بعضها، فممكن حجر يتحرك انما مش ممكن الحجارة كلها تتحرك. نعم. مشكلة السد النهضة هو هيبقى سد خرساني، فلما يحصل فيه حركة بتاخد السد كله لأن ده جسم خرساني متماسك غير الحجارة. كل حجر لوحده، كل حجر سند نفسه يعني. فطبعا دي صعبة جدا يعني، وطبعا أكبر خطورة هتبقى على السودان لأنه هو اللي هياخد الصدمة الأولى الكبيرة يعني. وهيحصل طبعا مدينة الخرطوم وولاية النيل الأزرق هيبقوا إن شاء الله طبعا. ما انت فاكر بإيه سيادتك الترحيب غير المعلن السوداني الاتجاه بشكل عام؟ نعم حضرتك ذكرت بعض الفوائد التي تعود هو بالنسبة لهم زي السد العالي بس الخسائر أيضا ممكن أن تكون. هم حريصين جدا على حتة الأمان يعني. نعم. هم احنا اللجنة الثلاثية دي مكلفة يعني مؤلفة من الثلاث دول. نعم. ففي لهم اتنين في اللجنة يعني يعني اتنين. حضرتك التقيت وزير الرأي السوداني في القاهرة؟ أمس إن شاء الله. نعم. هل الآراء متطابقة تماما أم أن هناك نقاط اختلاف؟ لا والله احنا متطابقين يعني متطابقين، وهو بيقول يجب ان احنا نتعاون ونتفاوض لحد ما نوصل للي احنا عايزينه يعني. هل يمكن ان نفاجأ بأن السودان بتوقع وحدها أو بتوافق وحدها أو بتؤيد في الاتفاقية الثلاثية، مصر رافضة والسودان مع اثيوبيا تؤيد، ففي هذه الحاله 2-1؟ والله ما اعتقدش في الوقت الحالي يعني. يعني حتى في الاتفاقيه الاطاريه موقفهم متطابق تماما معانا يعني. ما اعتقدش ان السودان تغير من رايها يعني. يمكن هم اكثر اهتماما بامان السد، مش مهتمين او بالمصادر المائيه يعني او بالتاثيرات البيئيه، انما هم لما لهم ترتيب يعني. احنا لما نيجي نقول اولوياتنا ايه، اهم حاجه اما تنقص الميه. نعم. لان احنا فعلا دوله بنعتمد على نهر النيل وما عندناش مصادر اخرى يعني. هم بالنسبه لهم مش الميه، لان الميه هم دوله بيعبروا النيل عليهم والدو يعني الميه بتمشي من عليهم قبل ما بتوصل لنا يعني. نعم. انما احنا مشكلتنا في نقصان الموارد المائيه، هو ده اللي يهمنا اكتر. نوعيه الميه تهمهم في المرتبه الثانيه، لان احنا
من رحمة ربنا النهر المتجدد يعني ايه؟ لما بيمشي مسافات طويلة بيحصل له حاجة اسمها تطهير ذاتي، بيسموها سيلف بيوريفيكيشن، نتيجة تعرض المية للشمس والهواء لمسافة طويلة بيحصل لها نوع من التطهير الذاتي. انما هناك هيبقى في تأثير بيئي، وخاصة في الولايات اللي هي في خلف السد النهضة مباشرة، يعني هيبقى له تأثير سلبي برضو على الأسماك، هيبقى له تأثير على نظام الري. كانت المية الأول بيروا بالراحة، دلوقتي لازم يرفعوا المية نتيجة ان المية بقت تخرج ما بقاش فيضان يعني. انما هم الفكره ايه؟ ان بالنسبه لهم برضو له اثار ايجابيه زي ما قلت، حماهم من الفيضانات ومن اخطار الفيضانات. كل سنه بيبقوا مهددين في موسم الفيضان بالغرق، وبيحصل يعني، ونهر النيل بيبقى زي مصرف. طب اذا راينا سياده الوزير ان من حق اثيوبيا ان تفكر في مصالحها، وان السد ده ممكن يكون ايجابي بالنسبه لها وفي مخاطر بالنسبه لنا في مصر كما قد يكون له فوائد، هل تعتقد ان مصر كنا بنتهم النظام السابق بان هو بعد عن افريقيا، وبعد ما كنا بنقوم بدور تنموي وبنعمل مشروعات وبنقدم خدمات وبنستقبلهم نعلمهم هنا في الازهر الشريف ونبعت بعثات الى هناك، انحصر الدور المصري تماما وانشغلنا فتركنا افريقيا؟ هل تعتقد ان مصر ايضا بعد الثورة لم تلتفت الى اهمية هذه المنطقة ولم تبادر الى طرح افكار ومشروعات ورحنا لهم؟ يعني المبادرات الشعبية جابت نتيجة، ها ويقولون ان هذا اجل شهور. الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي سافر مرتين الى اثيوبيا، الم يكن هناك وسائل من الدعم والحوار التي تمكننا من ان نكون شركاء معهم؟ ففيما في فائدة لهم وفائدة لنا نكون شركاء. احنا مستبعدين من كل شيء الان، اثيوبيا بتبيع سندات للسد وبتعرض لدول عديدة ليس من بينها مصر، السودان فيها، الكونغو فيها، بس هم طلبوا، حتى الاسرائيل ذهبوا الى اسرائيل بيعرضوا، لا سنة. طلبوا مننا رسمي يعني، في اثناء اللقاء مع السيد رئيس والوزراء الاثيوبي قال احنا بنتطلع ان مصر تقوم بدور مهم في انشاء السد ويكون في شراكة بيننا، واحنا طبعا بنقيم كل المواقف. طبعا من ناحية التعاون الثنائي عايز اطمنك ان احنا في العصر الحالي يعني في تعاون ثنائي على الاقل، يعني مثلا في وفد اثيوبي جاي لنا بعد بكره هياخد دوره تدريبيه لمده اسبوعين، بنقدم منح ماجستير ودكتوراه في جامعه القاهره على 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 حسابنا، على اساس ان احنا برضو بندعم التعاون الثنائي. لنا في كينيا مشروعات، في اوغندا مشروعات، في تنزانيا مشروعات، في الكونغو مشروعات، ويعني تقريبا في مبادرة اسمها مبادرة تنمية دول حوض النيل. احنا صحيح يمكن المساهمات بتاعتنا مش بالقدر اللي بتقدم به دول تانية، انما في حدود الامكانيات، ولم تنقطع يعني الصلة بيننا وبينهم برغم حتى اختلاف الرؤى في الاتفاقية الاطارية يعني، او اتفاقية عنتيبي. نعم. احنا بنحاول نستعيد دور مصر. السيد الرئيس انا كنت مصاحب له لما رحنا في الاحتفال العيد الخمسين باستقلال اوغندا، وموسوفيني كان لقائه لان كان في مقابله خاصه بعد الاحتفال معاه مع السيد الرئيس الاوغندي يعني، وطمأنك قال يعني احنا بنرحب باي استثمارات تيجي تعملوها، وعرض علينا حاجات في صناعات الغذاء، وعرض علينا مصانع للسكر وعمل، وعرض علينا مجازر للحيوانات اللي هناك، وقال يعني قال وضح كمان موضوع الميه، قال انا مش عارف انتوا بتقلقوا ليه من ان احنا نعمل سد وخلافه، وقال ان احنا بنعمل سد عشان نوفر بيه طاقه، لان البديل الناس بتقطع الغابات، والغابات دي هي مصدر 40%. مش معنى دلوقتي فكروا فيه، ما هم محتاجينه طول الوقت. هل ده لان زي ما قال الوزير الري الاسبق الدكتور محمد نصر الدين علام، قال ان اثيوبيا لما عملت ده بسبب موقف مصر الضعيف داخليا واقليميا ودوليا، وقال ان اللجنه الثلاثيه فاشله بكل المقاييس لانها منذ عام ونصف العام تجتمع وتناقش بلا اي تاثير على ارض الواقع، وان اثيوبيا تنفذ مخططها بكل ثقه؟ لا بس هو ده حلم اثيوبيا قديم، مش معناه دلوقتي. هم اختاروا دلوقتي نفذوه، ما اختاروا بقى في وقت انشغلنا في الثوره يعني، انما هو حلم قديم من الخمسينيات، وعلى فكره هو يعلم تماما. اذا هو مرتبط بضعف وقوه مصر، يعني انشغالها بالامور الداخليه اكتر، يعني مش عايزين نقول برضو ضعف، انا مش بتهم الضعف ده، لا لا لا, لا. احنا جميعا يعني، يعني احنا كنا في وقت من الاوقات الامور الداخليه مسيطره علينا تماما يعني، نعم،
واحنا طبعا كلنا عشنا اللحظة وشفنا يعني. إنما إذن هم يعلمون أن في هذا شيء ما يضر مصر، علشان كده استغلوا لحظة. مش عايزين نقول برضو يضر مصر، ان هم لقوا الفرصة لتحقيق الحلم، انما مش عايزين نقول مش على حسابنا. لا ما احنا لا شوف انا هقول لك على حاجة يعني. بالنسبة للموقف المائي بتاعنا احنا للأسف حصتنا من سنة 59 وهي ثابتة زي ما هي، برغم ان عدد سكاننا تضاعف 3 مرات. يعني احنا كنا في 59 حوالي 23 مليون، شوف احنا النهاردة حوالي داخلين على 90 مليون. مساحة الأراضي الزراعية كنا بنزرع 5 مليون فدان، دلوقتي بنزرع 10 مليون فدان. كنا بنزرع مرة في السنة، دلوقتي بنزرع 3 محاصيل في السنة. ففي يعني احنا عندنا اتنقلنا من عصر الوفرة المائية لعصر الندرة المائية. واحنا بنعاني من عجز مائي دلوقتي حوالي 7 مليار. لذا يقولون ان الحرب مكعب القديمة هي حرب المياه في العالم كله. لا اكمل لك يا بيه. اتفضل. فيعني بنعاني من عجز مائي حوالي 7 مليار متر مكعب. طبعا لو انت قلت كل سنة بنزيد 1.5 مليون، يعني معناها عايزين 1.5 مليار كل سنة زيادة. وطبعا كمية المياه العذبة اللي في العالم ثابتة لا تتغير، يعني نظرية من اسمها الدورة الهيدروجية يعني. نعم. وبالتالي نصيب الفرد على مستوى العالم بيقل، احنا عندنا بيقل، احنا بقينا تحت مستوى الفقر العالمي. نعم. المستوى الفقر اللي هو 1000 متر مكعب للفرد في السنة. احنا 640. احنا 640 واحنا ده بقى. لو وصلنا 500 اسمها الابسولوت سكيرستي او يعني الندرة المطلقة. فاحنا فعلا عايشين في عصر في فقر مائي. هل لو انت قلت كل سنة بقى عايز اجيب، طبعا احنا بنحط ان ممكن جدا يعني نتعاون مع دول حوض النيل ويبقى في مشاريع استقطاب للفواخد المائية. ومصر كانت بتبدت، انما الحرب الاهلية في السودان في الوقت ده واستقلال جنوب اثر المشروع ده، كان 75% منتهي منه يعني. نعم. وكان بقى على استكماله حاجة بسيطة، انما الفكرة ان هناك الكثير من الفواقد المائية موجودة في دول الحوض. لو حسنت النوايا وعلاقتنا قويت وترابطت يعني مع الدول الجوار، هيبقى ممكن جدا ان احنا نجيب مية زيادة. انما لا يمكن هنقول هنوفي كل احتياجاتنا المائية، فهو لازم يبقى فيه نوع من التكامل والتعاون بيننا وبينهم. يعني ليه هنعمل يعني استورد لحوم من بعيد واللحوم متاحه في السودان وفي اثيوبيا مثلا يعني. نعم. وليه ما نزرعش قمح في مناطق السودان مختلفه؟ نعم. وليه ما نجيبش احتياجاتنا من السكر من اوغندا ويبقى في لنا مصنع هناك زي ما عرض الرئيس؟ يعني الفكره ان ممكن استعواض الكلام ده عن طريق التكامل معاهم، وده لازم يحصل لان ده خيار مستحب جدا بالنسبه لنا يعني. ومش ما فيش قدامنا اللي هيبقى قدامه، لان لا يمكن انك هتقعد تزود في الحصه واحنا بنزيد. ليه ما رمناش الجزر ده كله بدري؟ يعني اللي حضرتك بتقوله ده جزر مهم، وكنا عايشين بقى في عصر الوفره المائيه يعني ما كناش دريانين. بس بنسمع من زمان وبنقرا من زمان ان احنا في مرحله الفقر المائي، ان احنا داخلين. لا بس ما كناش برضه بالصوره دي، انما يجب ان يكون الاتجاه دلوقتي اتجاه تكاملي مع دول حوض النيل، واللي مش عندنا ان يبقى عندهم، ونحاول نستثمر يعني هناك بحيث نسد حاجتنا من وده شيء يعني الدول العربية سبقتنا فيه. يعني الدول العربية لها استثمارات زراعية في كل الدول دي، في خطة في اثيوبيا يعني. نعم. فاحنا يجب ان احنا نلحق نفسنا، نلحق فعلا، يجب ان احنا نتكامل معاهم وهم مرحبين. على فكرة سيبك من الخلافات اللي هي ناتجة نتيجة الشعور بالسيادة والكلام ده يعني، انما احنا مرحب بينا في جميع دول حوض النيل يعني. مع انهم شايفين المسألة يعني، الكاتب الاثيوبي مركب نيجاش استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جيما الاثيوبية قال ان عدم قدرة اثيوبيا على الاستفادة من نهر النيل كان اكثر قهرا واهانة الاثيوبيين من الغزو الاستعمار الاوروبي، وان هزيمة مصر جزء من الحلم في من خلال الاستفادة بنهر النيل اكثر صعوبة من هزيمتها في ميادين القتال. فتبدو المسألة كأن هناك نعرة وصراع ما على الإحساس بالذات اللي حضرتك كنت بتكلم يعني عنه. أنا بقول برضو عنصر السيادة يعني. إحنا كنا هناك في أثيوبيا حديثا يعني، وكان معانا أبونا يعني واحد من السادة القساوسة يعني، وكان بيقول إن إحنا لازم نساعد الأثيوبيا ويبقى في بعثات طبية وبتاع. بيقول لك لان عندهم شعور
دافين بأن عدونا الأساسي المصريين بيحرمونا من نهر النيل. أنا طبعا الكلام ده قد يبدو غريبا طبعا، إنما دولة المصدر احنا اللي بنحرمهم ازاي؟ لا يعني هو بيتهيأ لهم نتيجة الاتفاقات السابقة ان هم ما يقدروش يستنفعوا الاستنفاع الكامل بمياه النهر، فاذا كان الكلام ده لازم نغيره ولازم يبقى فيه بناء ثقة، وان احنا في عصر جديد وان احنا يجب ان احنا نتعاون عشان كلنا نستفيد من المياه. حضرتك بتؤكد اللي بيقوله برضو الدكتور محمد نصر الدين علام ان اثيوبيا لا تعترف بحصة مصر المائية ولا تعترف بالاتفاقيات التاريخية، كما انها لا تقر باتفاقية 59 بين مصر والسودان. تمام، هل ده صحيح؟ هما بيقولك احنا ما كناش جزء في الاتفاقيات دي، سواء اتفاقية 1902 او 1929، واتفاقية 59 بيقولك ده بين مصر والسودان احنا ملناش دخل بيها. انما التأكيد بتاع ميل الزناوي الراحل وتأكيد رؤساء رئيس الوزراء الحالي الاثيوبي بيقول ان احنا يعني لا نقبل او اي اثيوبي يقبل بانه ينتقص من المية اللي بتروح لمصر وشال كوباية في ايده يعني. فاحنا عايزين الكلام ده يترجم، يعني احنا عايزينه يبقى مترجم ويبقى كلام حقيقي ومنفذ. يعني احنا على فكرة برضو بقول تاني ان احنا لا نقبل التهاون في حقوقنا المائية. ليه؟ لان احنا بنعيش عصر، وانا قلت الكلام ده يعني احنا عندنا عجز مائي 7 مليار حاليا مرشح لزيادة كل سنة مع زيادة عدد السكان. نعم. احنا بنعيد استخدام 22 مليار متر مكعب سنويا، والكلام ده كله له تأثير بيضيق الخناق بتاع الأزمة المائية. فلا يمكن ان احنا نقبل بأي حال من الأحوال ان تنتقص المياه الواردة لنا بأي حال من الأحوال يعني. واعتقد ان المجال رحب للتعاون وان شاء الله ما يكونش فيه. هل نما الى حضرتك او امام مصر ان اثيوبيا لديها خطط لبناء سدود اخرى تصل الى 4 سدود؟ والله عندهم، انما احنا طبعا بعد ما هنناقش الكلام ده بعد ظهور التقرير هيبقى فيه شبه يعني ان شاء الله هيبقى فيه مفاوضات ويبقى فيه نوع من الاتفاق وايه الخطط المستقبلية وايه اللي ممكن عمله يعني. يعني الامور هتبقى مبنيه على تفاهم اكتر، واذا كانوا هم عايزين حاجه يبقى لازم تخضع للدراسه المسبقه وكده يعني. انما الكلام يعني هو دلوقتي خلينا برضو نتكلم، لما هم عملوا السد في قرب الحدود السودانيه او حوالي 14 كيلو فما بقاش في روافد، يعني كل الروافد صبت في النيل الازرق، وده كان فكرتهم وعملوا السد. يعني كان التفكير الاولي ان يعني يعملوا السد هناك عند مخرج بحور التام، وبالتالي كان يديهم فرصه يعملوا سد تاني وتالت ورابع وهكذا يعني. انما لما عمل السد على كل ميه النيل الازرق دلوقتي، فعشان يعمل سد في منطقه تانيه او تالته هيبقى الفايده منه اضعف كتير، لان في حاجه اسمها منحنى الرمو او يعني المسافه اللي بيأثر فيها السد هتبقى اضعف بكتير. وكان العكس صح، كان ممكن يعمل سد في البدايه فوق وبعدين يعمل مجموعة سدود خلفه كانت دي تجوز من ناحية الفايدة الهندسية وتوليد الكهرباء يعني. إنما هو ده جاي عمل السد الكبير في الخلف، فهو صعب عليه يعمل سدود في الأمام تاني. على أي حال إحنا إن شاء الله يمكن موضوع السد ده يخلينا نبقى أكثر ترابطا في المستقبل ويبقى فيه اتفاقات بيننا، وأي عمل إحنا مش ضد أي مشروع تنموي طالما أنه لا يؤثر في مصالحنا المائية. سيادة الوزير، بعض بيستغرب شوية ان حكومة على رأسها الدكتور هشام أنديل، وكان طول عمره سنوات طوال في وزارة الري ثم وزيرا للري ثم رئيسا للوزراء، والناس تشعر فجأة ان هناك أزمة فتتهم الحكومة على رأسها الدكتور هشام أنديل بأنها تقاعست او انشغلت بالهم الداخلي او لم تلتفت الى واحد من اهم الملفات التي تمس حياة المصريين. حضرتك بتشوف الرأي ده ازاي؟ لا هو في طبعا نوع من التجني شوية يعني حكومة الدكتور هشام منديل في شهر 8 السنة اللي فاتت يعني، وكانت الأزمة موجودة بقى سنة تقريبا يعني، لسه احنا في شهرين وتبقى سنة 10 شهور ماشي يعني. ده على قصده ايه؟ ان الحاجات يعني جات لقت الموضوع ده قائم وكده يعني. وبعدين كنا متفقين على اللجنة الثلاثية، فكان كله برضو منتظر يعني ازاي تبني سياسة مستقبلية، وانت رضيت بانك تشكل لجنة ثلاثية. نعم. والكلام ده تم في قبل ما الدكتور هشام يبقى
وزير رئيس الوزراء تم وهو وزير. انما المبادره كانت من رئيس الوزراء يعني. فالفكره ايه؟ انك احنا جينا لقينا نفسنا يعني منتظرين قرار اللجنه الثلاثيه او نتائج الدراسات اللي بتفحصها اللجنه الثلاثيه. وبالتالي كان في اتصالات وكده، انما ما كانش برضه في الارضيه اللي هتتكلم عليها، لان احنا ارتضينا بتشكيل اللجنه الثلاثيه، فما كانش في الارضيه اللي نقدر نتكلم بيها يعني ونتفاوض حولها. يعني حضرتك راضي كوزير كمواطن مصري قبل ما تبقى وزير وكعالم كبير في هذا المجال، راضي عن الاداء السياسي المصري؟ والله احنا بنعمل اقصى ما يمكن على الان حاليا. قبل ذلك خلال الفتره وفي الفتره اللي فاتت يعني انا رحت اثيوبيا اكتر من 4 مرات والتقيت بالوزير الراي الاثيوبي واتكلمنا في هذا الشان كتير. نعم، وقيل ان حضرتك وقعت اتفاقيه دون اختار الحكومه المصرية. لا مش اتفاقيه، ما كانتش اتفاقيه يعني. هو كان طبعا دعاني ودعا وزير الراي السوداني للنظر في مستقبل الانترو، وكويس للموضوع ده اثير. الانترو ده كانت بيسموه مكتب النيل الشرقي، وبيضم السودان ومصر واثيوبيا، والانترو ده جزء من مبادرة دول حوض النيل. فالسودان كان اعلن تجميده لانشطة المبادرة وانسحابه منها لما كانوا في الكونغو في 2010، انسحب وقال ان السودان بتنسحب من المبادرة يعني. مصر جمدت الانشطة انما لم تعلن انسحابها من المبادرة، وبالتالي اي نشاط كان مدرج في مكتب الانترو تم تجميده. نعم. فهو حس يعني بقى لنا سنتين واقف، فقالك طب نيجي نجتمع ونشوف ايه مستقبل الانترو يعني، مكتب الانترو اللي موجود ده ايه مستقبله يعني. فالمهم حصل مشاورات وقلنا له احنا لا يمكن ان احنا هنستأنف نشاطنا في الانترو، لان الانترو ده جزء من المبادرة، والمبادرة هتورث بالمفوضية اللي بعد ما الدول تصدق عليها من البرلمانات بكل دولة. يعني ما هو في اتفاقية عن تيبي 6 دول وقعوا عليها. نعم. فهيعقب التوقيع او يعني المفروض هم هيدعوا البرلمانات تصدق عليها. بعد التصديق مباشرة هينشئوا حاجة اسمها مفوضية نهر النيل. فالمفوضية دي هترث المبادرة. والانترو ده جزء من المبادرة. طب هي لما ترس المبادره واحنا مش جزء في، احنا مش طرف في الاتفاقيه لان احنا لم نوقع عليها، وبالتالي انت بتشتغل تحت مظله هتورثها يعني، هتورثها المفوضيه، والمفوضيه انت اصلا مش معترف بيها لان انت لم توقع. فقلنا لهم لا، اذا كنا عايزين نتعاون باليه جديده، نعمل اليه جديده مستقله خالص عن المبادره ومستقله خالص عن الاتفاقيه الاطاريه، ويبقى نستأنف النشاط بتاعنا فيها يعني. الاتفاقية دي ما كانتش اتفاقية، كان اسمها Outcome Consultation Meeting 5-6 نوفمبر السنة اللي فاتت، يعني نتائج مباحثات لمدة 2 يوم عملناها، وكانت بتضم 5 نقاط. والنقاط يعني بتقول باختصار، النقطة الأولى ان احنا ننشأ آلية جديدة مستقلة تماما عن CFA تبقى خاصة بدول النيل الشرقي، ونمرة 2 نبتدي فورا نحط في الشروط المرجعية لإنشاء سواء المؤسسية أو القانونية لإنشاء الآلية الجديدة، ونمرة 3 نستأنف النشاط في مكتب الانترو كفي مرحلة انتقالية إلى أن يتم إنشاء الآلية الجديدة، ونمرة 4 أن الآلية دي أو يعني الكلام اللي احنا اتفقنا عليه ده أو نتائج المباحثات بتاعت 2 تبقى فاعلة بعد تصديق الدول الثلاثة عليهم، ونمرة 5 ان نقبل عضوية جنوب السودان في دول حوض النيل الشرقي. دي الخمس نقاط بالظبط يعني. حضرتك وقعت عليه. ووقعنا عليها بالتوقيع مبدئي، انما تبقى فاعلة بعد تصديق الدول. لما جينا السودان واثيوبيا وقعوا مباشرة، واحنا ما زلنا في مرحلة الدراسة، وكل همنا هل استئناف انشطة الانترو دي تعني ان احنا راضيين على يعني التخوف يعني من ناحية القانونية، ما احنا بنقول نمرة 1 ننشأ آلية جديدة. نعم. واتنين نحط شروط المرجعية، ونمرة 3 نستأنف انشطة الانترو الى ان تتكون الاخرى. فهنا التخوف المصري لان احنا بنحافظ على الموقف القانوني، فلسه لحد الوقت بندرس. لسه حتى الان. انما لم نرفض يعني. انما نعم. لحد الوقت بندرس وبنشوف. لم تخرج في تصرفك كوزير عن
قرار الحكومة المصرية. لا طبعا لم طبعا ده مادة في الاوتكم كونسلتيشن ان الكلام ده يبقى فاعل بعد تصديق الدول. ده على كل الدول ولا انت اشترطت ان تكون الحكومة المصرية اضافت هذا البند بعد موافقة الحكومة المصرية؟ لا 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 بعد موافقة الدول. الدول الثلاثة. السودان صدقت على طول واثيوبيا صدقت على طول. احنا اللي لسه ما صدقناش. احنا اللي لسه ما صدقناش انما ما كانش قرار منفرد يعني انا جزء من الحكومة يعني. طيب. انا هطلع فاصل بعد الفاصل هرجع اسال سياده الوزير. النهارده السيد الرئيس التقى بسياده الوزير والتقى بوزير الدفاع وزير الداخليه مدير جهاز المخابرات على مستوى سياسي على مستوى تقني على مستوى امني. ده معناه ان في خيارات عديده مطروحه امام مصر في المرحله القادمه بسبب سد النهضه الاثيوبي. ده اللي هطرحه على السيد الوزير بعد الفاصل ان شاء الله فانتظروا. سيادة الوزير الدكتور محمد باقي الدين وزير الموارد المائية والري، ده رأي الناس في الشارع الانطباعي عن مواجهة الحكومة لأزمة سد النهضة. بتحب تصحح ايه في مفاهيم الناس او المعلومات اللي واصلة لهم؟ لا هو الراجل طبعا هم مش على دراية بكل اللي بيحصل وهم معذورين في اللي بيقولوه وطبعا الحكومة مسؤولة عن اي تقصير. يعني احنا لا نغل من نقول لو في اي تقصير يبقى احنا مسؤولين عنه. انما ينقص 18 مليار ده كلام مش منطقي. قال 13 وحتى لو 13 وحتى لو 9 نعم. يعني الكلام حتى اللي بيتقال من اساتذه اجلاء بيجوا هنا او في قنوات فضائيه الكلام ده مش دلوقتي لما نقول مثلا هنبني السد هيملوه في خلال 6 سنين وهينقص 12 مليار كل سنه، هل ال 12 مليار دول هينقصوا من حصه مصر؟ ما هو في تخزين امام السد العالي، واذا كان في عجز في سنه امال السد العالي معمول ليه؟ فيعني هي المبالغه في الحاجات دي طبعا بتدي اثر سيء وبتخلي الناس يحسوا بالقلق اكتر. احنا لا احنا يعني خلينا في منطق الحكومه مسؤوله عن اي تقصير، وانا بقوله ان احنا لا يمكن ان نتهاون في اي حق من الحقوق المائيه، لان احنا زي ما قال الراجل الفلاحين مش لاقيين ميه دلوقتي. انا مدرك ومؤيد هذا الكلام لان انا فلاح زيه، وفعلا في ازمه ري طاحنه دلوقتي لان الناس بتزرع رز وانتقال من موسم شتوي لصيفي، واحنا بنعاني الامرين كمهندسين ري في عمليه توزيع الميه. بس برضو بحب اطمن الناس الميه موجوده وكله هيروي، بس ما فيش داعي للعجله لانه كله عايز يروي في وقت واحد. انما ينقص 18 خايفين على الارض الزرعه تموت. لا الميه موجوده. لا هم كلهم عايزين يطفوا الشرائق في وقت واحد لان الفلاح بتاعنا بطبعه مجتهد. نعم. ولما بيلاقي جاره روى وهو لسه ما رواش بتبقى قضيه يعني. فاحنا بنقول لا بنطمنهم ان الميه موجوده وان شاء الله هقيرهم، بس يا ريت ما يبالغوش في المخالفات بتاعه الرز. احنا بنصرح بمليون و76 الف، احنا زارعين حوالي 800 الف فدان لحد الوقت يعني. ومع هذا احنا بنعمل المستحيل عشان نوفي احتياجاتهم، انما لا يمكن ان احنا نقبل اي انتقاص من الموارد المائيه بتاعتنا. ولو حصلت ده لا يمكن. ده يعني ايه البدائل؟ يعني لو حصل واثيوبيا اختلفت اللجنه واثيوبيا اثرت ما هي الخطوات؟ وده له علاقه بالاداره النهارده. احنا بنقول ان الملف اتنقل او هيتنقل بقى من الفنيين للمستوى السياسي. الحكومة هتدرس بقى التقرير وهيبقى فيه خطوات وتحركات سياسية على أحدث يعني على أعلى مستوى يعني. مش هنقف طبعا ساكتين، وهيتبع الكلام ده إن شاء الله يبقى فيه اتفاقات وتوافق في الرؤى. طيب خلينا نترجم ده سيادة الوزير. حضرتك النهاردة كنت في لقاء مع السيد رئيس الجمهورية وكان حاضر هذا اللقاء وزير خارجية، إذن احنا بنتكلم عن طرح دبلوماسي فني. طبعا. ايه اللي دار في اللقاء؟ ما هو المسموح به؟ ما هو بالظبط كده بنقول ايه، ما هي خريطه الطريق في المستقبل، وزي ما جه في البيان الصحفي يعني الى ان يتم التقرير النهائي هيتنقل من الفنيين للسياسيين، والسياسيين هتدرس وهتحدد بقى الخطوات اللي لازم اتخاذها في المستقبل، وهيبقى زي ما بقول لحضرتك هيبقى في تحرك سياسي على جميع المستويات. ايه الخطوات السياسيه اللي ممكن تتخذ؟ يعني البعض بيجنح لحد بيقول لك في حل سياسي وفي حل حقوقي واتفاقيات وتحكيم دولي، وبيقولوا ان في حل عسكري. لا ان شاء الله هيبقى حل سياسي، يعني غالبا ان شاء الله الحل السياسي هينجح فيما نبغيه، ومش هنلجا للتحكيم الدولي ولا للحل القانوني. طبعا القانون في صالحنا،
القانون سواء الاتفاقيات القديمة أو العرف الدولي في صالحنا، إنما إن شاء الله مش هتوصل الأمور إن إحنا نخش في نزاع قانوني مع الأثيوبيين. الأثيوبيين حريصين جدا على العلاقة مع مصر، كما نحن يعني حريصين جدا على العلاقة مع أثيوبيا، لأن دي علاقة أزلية ولا يمكن، وبربطنا نهر مشترك، والنهر يجب أن يكون مسار للتعاون والإنماء، ما يكونش مسار للخلاف الذين تأخذهم العزة حتى نهايتها فيتحدثون عن مصر لما كانت بتقول لك ما تقدرش، احنا ممكن نوجه ضربة عسكرية إلى إثيوبيا، ممكن أجهزة المخابرات بتاعتنا تثير الفتن في إثيوبيا وتدفع إلى عدم الاستقرار، احنا إيدنا طايلة ونقدر نعمل. كان ده في وقت من الأوقات صوت موجود، الصوت ده بيتكرر بأشكال مختلفة دلوقتي. حضرتك بتقول للصوت ده إيه؟ بقول ما فيش داعي له، يعني احنا ما استنفذناش السبل بتاعتنا، وانا متأكد وبقول متأكد ان شاء الله عن طريق الدبلوماسية المصرية هنوصل اتفاق مع الاثيوبيين، يعني انما فيش داعي، لان احنا في النهاية برضو في قالب واحد، ودول النيل الشرقي لو تكاتفت وتكاملت هيبقوا من احسن الدول. يعني اذا تعرضت المصالح، الكلام ده بنتكلم فيه بقالنا سنوات طويله، لا يمكن تتعرض المصالح لو خلصت النوايا. انا بقول برضو لو خلصت النوايا، خلصت حضرتك عارف في الواقع السياسي وفي لعبه الدول المعالجه السياسيه مهمه جدا. نعم. الموضوع سياسي اكتر من انه فني، لان الفنيات سهل جدا يبقى لها حلول. لو قلت في نقص ميه انا ممكن يبقى، لو السياسيات او الدبلوماسيه مظبوطه ما فيش مشكله خالص، يبقى نعمل مشروع يعوض العجز في الماء زي منخفض القطاره مثلا. لا لا انا بتكلم على مشروع يجيب مصادر مائيه. مش عندنا بقى ده حاجه. البارو كوبو مثلا، البارو كوبو ده ممكن مشروع اثيوبي سوداني مصري، ولو اتعمل هيجيب ميه. يعني لو فرض ان في عجز في الكهرباء يبقى في طريقه. طب ليه ما نعملوش حتى لو ما فيش السد ده؟ ليه طالما مشروع ممكن يجيب لنا ميه ونعمله؟ هو كان من ضمن مشروعات الانترو، بس احنا وقفنا نشاطنا في الانترو يعني. نعم. فيعني انما هو كان مشروع متاح. فالفواقد في حوض النيل، انا كنت بتكلم على 1680 مليار متر مكعب سنوي بيسقطوا على حوض النيل، اللي بيستخدم منهم 84 هو الجزء المياه السطحيه، يعني حوالي 5% من اجمالي. فالامكانيات موجوده، انما لازم يبقى فيه اصرار على التعاون والتكامل مع دول الحوض حتى يمكن الاستفاده من هذه الامكانيات. انما طبعا انا لا احبذ فكره اللجوء حاليا، يعني في الوقت الحالي، ان احنا نروح تحكيم دولي او اللجوء للقانون، والحاجات دي بتاخد وقت وطويله والحجج، وبعدين التحكيم الدولي لازم موافقه الطرفين. فيفرض ان الجانب الاخر قال لا مش رايح بس يعني او ما قابلش، فاحنا لازم احنا قدامنا فرص نتعاون ونتكامل ويبقى في نجاح للدبلوماسيه المصريه في المرحله القادمه ان شاء الله باذن الله. حضرتك كلمتني عن استقبال الرئيس الاثيوبي للرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، ولكن البعض راى ان كان في اشارات غير طيبه في طريقه استقبال الرئيس مرسي عندما ذهب الى اثيوبيا في زيارته الاخيره، من التمثيل السياسي الذي استقبله في المطار، من الصوره اللي بتجمع الكل، وقفه ممثل رئيس مصر في الخلف وليس في الامام، فشافوا ان ده كان تمهيد، وبعد الزيارة مباشرة يعلن عن تغيير مسار النهر والبدء الفوري في السد. حضرتك ممكن تشوف ربط زي ده ولا بتشوف ان ده تعسف؟ لا انا هقول برضو اكلم يعني أتفضل. عادي يعني. اولا احنا كنا رايحين نحضر مؤتمر. نعم. مش رايحين زيارة لاثيوبيا. احنا كنا رايحين نقدر الفصل 21 من الاتحاد الافريقي، او السيشن يعني، او الاجتماع 21 للاتحاد الافريقي. واحتفالات المرور سنة 50 سنة على تشكيل منظمة الأمم الأفريقية وبعدين الاتحاد الأفريقي، فده كان الهدف من حضور الاجتماع. نعم. ده الهدف. أثيوبيا طبعا استقبلت أكتر من 40 أو 50 واحد زعيم أفريقي يعني في. نعم. في هذا الوقت، فطبعا طبقا لما هو متبع ما بيكونش الرئيس موجود ولا ورئيس الوزراء، بيبقى فيه ممثل الحكومة الأثيوبية في مثل هذه المناسبات. الإعلان عن التحويل ده جه في مناسبة قومية عندهم، كان العيد القومي الأثيوبي. طب الصورة، وإحنا من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية أو الأمم الإفريقية ومصر، فالرئيس لم يأتي في المقدمة،
ما بتشوفش ده بروتوكوليه بس ديت بتبقى اعتقد بتبقى خاضعه لقواعد بروتوكوليه انا يمكن ما اعرفش فيها قوي نعم. انما ساعات بيبقى في ترتيب بروتوكولي يعني ما اعرفوش بيتبني على اساس ايه ما اعتقدش طيب ان دي حاجه مقصوده يعني. مش هاخد فيه طالما حضرتك لست معنيا بهذا الملف فمش لا الحقيقه ما اعرفوش يعني ما عنديش نعم. معلومات الحديث عن اسرائيل واصابع اسرائيليه في موضوع هذا السد ومش النهارده وجود اسرائيل داخل اثيوبيا وجود بعض الدول العربيه داخل اثيوبيا فكره الاستثمار في اثيوبيا هذا الكنز الغائر اللي في المرحله القادمه في معلومات متوافره في هذا الاطار وطبعا في ما احنا لنا استثمارات برضو بس يمكن مش على القدر احنا لنا حوالي 2 مليار دولار مستثمرين مصريين ويشرفوا يعني نعم. بس احنا مطلوب التوسع يعني اذا كنا احنا متقهقرين في فتره من الفترات لا يجب ان احنا نعتبر التانيين نجحوا احنا اللي ما مشيناش في احنا اللي ما تعطلنا حته بقى ان اسرائيل قد تكون هناك هم دول اي دوله من الدول اللي حوض النيل ابوابها مفتوحه لتلقى اي مساعده سواء فنيه ولا في تدريبيه ولا اي مساعده تنمويه يعني نعم. فاحنا يجب ان احنا تبقى عينينا مفتحه على ما يدور ولازم يبقى لنا سبق وتواجد في دول حوض النيل يعني لازم يبقى احنا متواجدين على طول يعني ما اعتقدش ان تواجدهم هيؤثر سلبا يعني هو يمكن يكون عامل سياسي انما ما يكونش يعني حضرتك ما بتخشاش او لدى الاداره المصريه مخاوف من ان يكون من خلف الستار اسابع اسرائيليه في مثل هذا المشروع فتتحكم في شريان حياه المصريين هو مشروع تنموي لهم فازاي هيتحكم يعني وبعدين احنا راس مال لا احنا بنقول اذا كان بيخزن ميه عشان يطلقها لانه لا يمكن توليد الكهرباء بدون اطلاق الميه نعم احنا الاختلاف او التخوف بتاعنا ازاي يطلقها ومدى انتظاميه الاطلاق عشان ما لا يؤثر على السريان اللي بيجي امام السد العالي نعم انما هو بالعقل كده عشان يولد كهرباء لازم يطلق الميه فاذا كان بيخزنها عشان يعمل ضغط يعني يعلي المنسوب لان المنسوب في الخلف بيبقى واطي فهو كل ما بيعلي المنسوب كل ما بيبقى الطاقه المولده اكتر نعم. انما عمرها ما بتيجي من المنسوب لوحده لازم التصرف كمان فممكن يطلق تصرف كبير عشان يولد اكتر وممكن يطلق تصرف اقل عشان يستمر فعمليه انتظام التشغيل دي هي دي اللي بتقلقنا عمليه الملء بتاع الخزانه هو ده اللي يقلقنا سيادة الوزير انت متفائل بان مصر قادرة على تجاوز هذه الازمة وانها لن تتعرض لخطر بسبب هذا المشروع احنا متفائلين وحذرين في الوقت نفسه يعني يجب ان احنا نبقى برضو موقف حذر احنا بنتكلم في عنصر حياة بالنسبة لنا يعني ولا يمكن التهوين فيه انما انا متفائل ان احنا ممكن نوصل لحل ويبقى حل مرضي لجميع الاطراف يعني بترى ان الاداره المصريه الان تتصرف كما يجب ان يكون في مثل هذه والله احنا بنحاول نجتهد على قدر الامكان واعتقد ان احنا في التراك الصح والناس كان بيقول لك ايه اللي مسكتنا وكنا مسكتين عشان اتفاقيه اللجنه الثلاثيه واتفاقيه اللجنه الثلاثيه جاوبت على الانتهاء يعني النتائج بتاعتها طالعه وبالتالي لازم يبقى في خطوات سريعه ومدروسة جيدا فيما سنفعله مستقبلا يعني دكتور طيب لو قلنا ان حضرتك شايف ان يمكن ان يكون هذا السد يمكن التجاوب معه التعامل معه في اطار اتفاقات وضمان عدم الاضرار بمصر في اي طريق لماذا لم توقع مصر على اتفاقية عنتيبة التي وقع عليها 6 دول في حديث عن ان جنوب السودان ايضا ستوقع يمكن ان نفاجأ بان الكونغو ستوقع لماذا لم توقع مصر حتى الآن على هذه الاتفاقية؟ وطبعا نتمنى أن جنوب السودان والكونغو يعني يستمروا في عدم التوقيع لأن ده بيدي تأييد سياسي لمصر إنما هو طبعا لما يوقعهم هي الأغلبية بقت عندهم دلوقتي 6 دول نعم. فيعني إنما احنا نتمنى لأن ده بيدي نوع من التأييد السياسي احنا لما موقعناش ليه على الاتفاقية لأن في 3 مواد اختلفنا فيهم وزي ما بيقول احنا بمواردنا الاساسيه نهر النيل وهو المصدر المائي الوحيد في مصر حتى المياه الجوفيه اللي موجوده ديت ناتجه من تسرب المياه بتاعه النيل للخزان الجوفي يعني نعم ما عدا الخزانات الجوفيه اللي موجوده في الصحاري سواء الغربيه او الشرقيه يعني
احنا ما موقعناش لان في ثلاث مواد اختلفنا عليهم، واولهم المادة الخاصة بالامن المائي. لم يتم النص صراحة على حقوق مصر والسودان في مياه النيل، وبالتالي كلمة الامن المائي دي كلمة يعني تعتبر واسعة ملهاش تعريف محدد، ولا تعني ان احنا هناخد حقنا عن طريق الامن المائي لكل الدول. يعني هم نفسهم الارجمنت يعني او يعني بيقول لك طب ما احنا ما تقالش لنا حصص في الاتفاقيه، فاشمعنا ليه هنحس احنا نحط حصه لمصر والسودان؟ يعني قلنا لهم لان احنا دول مصب والميه بتيجي من عندكم، وده شيء تم الاتفاق عليه وبقت اصبحت حقوق تاريخيه ومسلم بيها. انما هم بيقول لك طالما ان احنا ما ادناش حصص للدول فايه الداعي ان احنا ندي حصص؟ ده الارجمنت او يعني المجادله يعني. نعم. النقطه الثانيه بيقول لك الاختيار المسبق، يعني اتفاقيه 29 بتلزم هذه الدول ان لما تيجي دوله من دول، وحتى دي عرف دوله كمان، من دول المنبع تعمل مشروع مائي يجب ان هي تعمل اختيار بيسموه الاختيار المسبق او الميجرنج بلان، بلان ميجر، ان هم بيقولوا فيه احنا عازمين على انشاء سد المواصفات بتاعته كذا، واحنا بنطلب انكم ما معناه توافقوا او تؤيدوا انشاء السد يعني. فالدول المصابه لما بتدرسوا وتلاقي ما فيش اثر بتوافق وبتبعت الموافقه. هو بيقول لك طب انا ليه اعمل اختيار مسبق او اختيار مسبق اذا كنت انت هتبقى عضو في المفوضيه ومفيش مشروع هيتعمل في اي دوله الا المفوضيه تقره، فانت هتبقى على علم بالمشروع وتفاصيل المشروع وهتبقى متخذ قرار وتقر المشروع، فانت عايز اختيار مسبق ليه؟ انا بقول الحجج اللي بتتقال. الحاجه الثالثه اسلوب اتخاذ القرار. احنا مصرين على ان لما يبقى فيه اتخاذ قرار يبقى بيجمع جميع دول الحوض. هو بيقول لك احنا عشان نوصل لاجماع دي عمليه صعبه جدا ولا يمكن الوصول لها، وبالتالي مش هنقدر ناخد اي قرار، انما نخليه بالاغلبيه، اغلبيه من حضر اغلبيه الدول الاعضاء يعني. أي. المفروض كلهم حاضرين، بس مش ممكن اللي قاعدين يتفقوا كلهم على قرار واحد. فبيقول لك وخاصه ان انت بتقول انت دوله مصب، احنا عندنا برضو في دول اعلى النيل يعني مثلا كينيا تعتبر دوله مصب بالنسبه لاوغندا. نعم. في بعض الانهر وهكذا يعني. فبيقول لك بقى عشان ناخد قرار بالاجماع صعب جدا، نخليه بالاغلبيه بالماجوريتي يعني. فقلنا لهم طيب اذا كان كده يبقى دول المصب من ضمن الاغلبيه، يعني يجب ان الدول المصابه تكون من ضمن الاغلبيه. الثلاث نقاط دول يعني طبعا من ضمن الاغلبيه، ما هي من الدول المشاركه. لا يعني اذا كان القرار هيتاخد بالاغلبيه يبقى على الاقل اذا ما كناش هناخده باجماع كل الدول، احنا مصرين على الاجماع. نعم. فلما قالوا لا يمكن الوصول لاجماع يبقى اغلبيه من دول المصابه، بس الاغلبيه بقى فيها من ضمن الدول اللي هي مشاركة في الأغلبية دولتي المصاب. نعم. يبقوا يكونوا موجودين شرط انهم يكونوا في الأغلبية على أساس يبقى احنا خلاص موافقين. ايوه عشان ما يجيش ياخد مثلا ستة ويخرج الاثنين ويطلعوا هم كلهم يطلعوا من دول المنبع، وبعدين احنا عملنا فصل بين دول المنبع ودول المصاب. ما زال الثلاث نقاط دول نقاط خلافية. إذا تم الاتفاق عليها ممكن لمصر أن توقع على هذه الاتفاق. إذا تم الوصول لصيغة متوافق عليها تقبلها مصر والسودان على طول نوقع، لأن الدخول في اتفاقية تظل الجميع دول الحوض أفضل كثيرا من الاتفاقيات الثنائية وكده يعني. طبعا في بعض المصطلحات اللي في الاتفاقية غامضة شوية ومحتاجة تعريف، إنما أنا بتكلم على الثلاث نقاط الخلافية. يعني لما يجي يقول لك إيه من حق ده الدول تعمل مشاريع بس ما يترتبش عليها ضرر محسوس، بيسموها بالانجليزي significant harm. فالضرر المحسوس ده تعريفه ايه؟ هل لو انا مثلا نقصت منك 5% يبقى ضرر مش محسوس؟ نعم. ولا المحسوس انك تنقص مني 30%؟ يعني تعريف كلمة محسوس دي لازم طبعا نسبي قوي يعني. نسبي يعني. يعني حاجات برضو لما تتكلم على الووتر سيكوريتي، هل تعني بالامن المائي الحالي ولا الامن المائي في المستقبل؟ ما احنا امننا المائي ده بيتناقص كل ما بيعدي مع ثبات الحصه. يعني في بعض الامور ممكن تعرف، انما هيش امور اساسيه يعني، تعتبر امور سنويه. انما الثلاث نقاط الخلافيه دول
مهم جدا. امتى ممكن يعادل الحوار مره اخرى؟ والله يعني احنا بنحاول نفتح باب الحوار يعني معاهم، انما هم عندهم برضو نوع من الحاجز، يعني بيقول لك احنا وقعنا ازاي هنعيد بقى التفاوض تاني وكده يعني. نعم. وهو بيقول لك ممكن نعيد التفاوض، بس وقع وبعدين نبقى نعيد التفاوض، انما اتفاقيه تم التوقيع عليها وكده يعني. فطبعا احنا طبعا مش ممكن نوقع وبعدين مش عرفنا ان احنا نوصل لصيغه اتفاقيه صحيح. فاحنا مستنيين لحد ما الامور تتحسن، نخلص السد الاول وبعدين ان شاء الله نبص فيها باذن الله. بشكر حضرتك جدا السيد الوزير الدكتور محمد بهيدين، وزير الموارد المائيه والري، نورتني. بشكرك على الحوار الهادئ. اتمنى ان احنا يكون الساده المشاهدين قدروا يلموا ويكونوا صوره، لان كتير كانوا بيكلموني بيقول لا احنا عايزين نفهم الموضوع. اتمنى ان تكونوا فهمتوا، لو ما فهمتوش نرجع نتكلم تاني. تصبحوا على خير.